مواجهات بين القوى السياسية مع غلق باب الترشيح للانتخابات. أطفال مصريون يفوزون بجائزة بريطانية لاختراع خلايا شمسية من النبات. كل أسئلة المشاهدين لمسؤولي شركات الكهرباء. هنا العاصمة مع لميس الحديدي. مساء الخير وأهلا بكم. يوم جديد وهنا العاصمة. أغلق في الخامسة من مساء اليوم أبواب أو باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى لبرلمان 2012، واللي ذاكر ذاكر واللي قدم قدم واللي ما قدمش يعني قدامه سنة. احنا متوقعين البرلمان ده عمره ما لا يزيد عن سنة تقريبا، لكن يعني مش عايزين نفول عليه مبكرا. 13 يوم تقدم فيهم عدد كبير من المرشحين، لسه ما عندناش الرقم النهائي. اللجنة العليا للانتخابات مجتمعة الآن في موجودة في دار القضاء العالي ل يعني فحص الأسماء، هتقدمها للجنة الفحص وإعلان الأرقام النهائية بعد قليل أو ربما خلال ساعة، لكن هتعلن الأرقام النهائية خلال ساعة والأسماء ستقدم للجنة الفحص لإعلانها خلال يوم أو ما شابه. لكن خلونا الأول نشوف الخبر اللي كان موجود على عدد من المواقع والصحف حول يعني صحة الرئيس السابق مبارك وما قيل عن توقف عضلة القلب. اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية، سيادة اللواء، هل هناك أنباء مؤكدة حول صحة الرئيس السابق مبارك؟ لا، هو مش أنباء مؤكدة، بس هو فعلا كان قد تردد أنه كان تعب النهاردة شوية أو شويتين يعني، وبعدين افتقرت الحالة حاليا، كانت أفضل من الظهر النهاردة بكثير، إنما كان تعب الظهر فعلا. حبتين شويتين يعني إيه؟ حصل إيه يعني في الشويتين دول يا سيادة اللواء؟ أنا طبعا مش طبيب يعني، لكن أنا أعلم إن كان عضلة القلب كانت تعبانة يعني. هل بالفعل توقفت عضلة القلب لمعلوماتك؟ يعني توقفت عضلة القلب وإن هو يعني قدروا إن هم يشغلوها بالشوك بالإلكتريك شوك؟ أنا سمعت حاجة زي كده بالفعل، ولكن مش من طبيب يعني، سمعت هذا الكلام فعلا، ولكن هذا الكلام أنا ما أقدرش أأكده أو أنفيه. لكن الحالة مستقرة الآن؟ أفضل من مكانتي، أفضل من الظهر بكتير يعني. هل في يعني ربما يصدر بيان؟ يعني هل من يعني لازم يصدر بيان يقول لنا الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك عشان المحاكمات على الأقل، هل متوقع أن يصدر بيان بهذا الشأن؟ يحتمل هذا بالفعل. طيب، ما اخر اخبار صفقه جرابيل؟ يعني كنت ضيفا علينا منذ ايام، كنا بنتكلم على 25 مصري وثلاث اطفال، تنفيذ الصفقه متى يتم؟ لا، اول اعداد كمان اتغيرت، بقت 22 مصري وثلاث اطفال. الصفقه حاليا 25 اجماليها. الصفقه هتتم قصاد يان جرابيل، بس كانت اسرائيل طلبت عوده رابين، ده جاسوس بيعمل حساب إسرائيل من أهل سيناء وقبض عليه وحكم عليه بالسجن، كانوا طلبوه، مصر رفضت هذا الطلب. أيضا تقدم إسرائيل بعض الطلبات لبعض الجواسيس الآخرين اللي هم حكم عليهم في الفترة الأخيرة، برضو مصر رفضت هذا الطلب. التنفيذ حيتم خلال 48 ساعة ماكسيموم 72 ساعة من خلال منفذ طابة البري، ومفاوضات كان فيها طرف الأمريكي، كان مصرية أمريكية إسرائيلية، ومصر طلبت من أمريكا تحديدا، وده يمكن سبب في تأخير الوصول إلى اتفاق، بعض الطلبات الأمنية والعسكرية الهامة جدا السرية التي يمكن لا يمكن يعني الإفصاح عنها حاليا أو مستقبلا. وتم الاستجابة لكل طلبات المصرية بالكامل اللي كانت مصر عايزاها في الأمور السرية الخاصة بهذا الاتفاق. ليه الرقم انخفض؟ كنا بنتكلم على 25 وثلاث أطفال، ليه الرقم بقى 22؟ علشان اللي جايين هم المحكوم عليهم في قضايا سياسية وليس جنائية خاصة. متى سيعلن عن القائمة، عن الأسماء يعني في الشأن الفلسطيني في الصفقة الفلسطينية؟ الأهالي عرفوا عدد الأسماء وأعلنت الأسماء، متى سيعلن عن أسماء الـ22 مصري؟
اعتقد ما بين 24 ساعه و48 ساعه بكثير سيتم اختيار الاهالي وتتم الاعلان عن الاسماء كلها ان شاء الله. يعني نرجو ان تتم هذه الصفقه بسلام، يعني اذا لن يستبدل الا ولن يبادل الا ايلان جرابيل المتهم بالجاسوسيه، مظبوط؟ فقط الوحيد اللي هيتم مبادلته ايلان جرابيل، وتم رفض كل الطلبات الاخرى باسامي اخرى. وبنتوقع اتمام هذه الصفقه خلال 48 ساعه. يعني قبل يوم الخميس ان شاء الله بكثير. قبل يوم الخميس. يعني قبل نهايه يوم الخميس، قبل نهايه يوم الخميس ان شاء الله. أشكرك سيادة اللواء سامح سيف اليزر رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية. نتمنى من جهاز المخابرات المصري أن يعلن هذه الأسماء، يعني 22 اسم مع الثلاث أطفال، أن يعلنها في الصحافة، يعلنها لأهالي، على الأقل يعلن ده لأهالي وأسر المسجونين حتى عشان يفرحوا قبل العيد ويحسوا أن أولادهم عائدين إليهم من السجون الإسرائيلية. إذا صفقة جرابيل زي ما قلنا لكم منذ أيام سيتم تنفيذها خلال 48 ساعة، وبالفعل أعلنت الصحف الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية أعلنت عن تنفيذ هذه الصفقة. قبل ما نخرج فاصل هناك خبر آخر عن الفريق أحمد شفيق، الخبر نزل على اليوم السابع وبيتكلم على أن الفريق أحمد شفيق كان في زيارة لأحد المعارض، معرض صحافة الدولي الزراعي، وسألوا الناس وكان موجود معاه عدد من المزارعين بيسألوه بيقولوا له هتترشح مش هتترشح، ويبدو أن أحدهم سأله عن الترشح، والخبر نصا كما نقلته اليوم السابع أنه أن الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق في طريقه للترشح لرئاسة الجمهورية خلال الفترة القادمة إن لم توجد عوائق تمنعه من الترشح. الحقيقة أنا اتصلت بالفريق شفيق وسألته بنفسي إيه مدى صحة هذا الخبر، والحقيقة وقال لي بالنص كده نعم لدي نية للترشح لرئاسة الجمهورية لكنني لم أحدد بعد لا الوقت اللي هأعلن فيه ذلك رسميا ولا يعني طرق ذلك، يعني انه لديه النيه بالفعل لكنه لم يعلن بعد ترشحه رسميا لرئاسه الجمهوريه، وان هو هيختار الوقت المناسب للاعلان. والفريق شفيق اعتذر ان هو يدخل معنا في مداخله تليفونيه لكن قال لي نترك ذلك للوقت، احنا في انتظار الوقت اللي هو يراه ملائما ان هو يكون معنا على التليفون او في الاستوديو. لكن الفريق شفيق اكد لي أنه لديه النية للترشح لرئاسة الجمهورية لكنه لم يعلن ذلك رسميا بعد، يعني لديه النية لكن لم يعلن ذلك رسميا بعد. طيب قبل ما نخرج فاصل أيضا لدينا خبر عن فريق الأهلي للووتر بولو، كان في خبر برضو ورد أنباء وردت على المواقع أن فريق الأهلي للووتر بولو اللي بيلعب أعتقد مباراة في الكويت قد تم طرده وترحيله، وأيضا شطبت نتائجه من الدورة العربية. معنا من الكويت كابتن محرم الراغب مدير عام النادي الأهلي. مساء الخير يا أستاذ راغب. أهلا وسهلا يا فندم. ما صحة هذا الخبر عن ترحيل الفرقة وشط بنتائجها في الدورة العربية؟ لا الحقيقة غير صحيح هذا الموضوع، ويعني أرجو أن احنا نتوقف دقة، يعني أن العملية دي النادي الأهلي دايما ليه سلوكياته الخاصة ودايما بيرفع رأي مصر في كل المجالات اللي هو بيمثله فيها، والكلام ده غير صحيح. ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني انتوا في دوره شكلها ايه؟ ماذا حدث؟ الدوره العربيه، احنا في الدوره العربيه لكره الميه المقامه في الكويت، بيمثل مصر فيها النادي الاهلي ونادي هليوبوليس. الاحداث النهارده كان في مباراه النادي هليوبوليس الصبح بين نادي هليوبوليس ونادي القادسيه ونادي الكويت الكويتي. هما الاثنين كان في مباراه بينهم من بعض، وكان فريق نادي هليوبوليس متقدم، نادي هليوبوليس متقدم ونادي الكويت كان مهزوم. والحقيقه بهزيمه نادي الكويت في المباراه دي تخليه يطلع بره المنافسه خالص. فالحقيقه كان الفريق النادي الاهلي خلص التدريب بتاعه وبيتفرج على المباراه، وحصل ان طبعا المصريين بيشجعوا بعض والولاد بتوعنا طبعا الشباب الصغير بيشجع نادي هليوبوليس، فحصل مشادة بين لاعبي النادي الأهلي ولاعبي نادي الكويت، وتدخل طبعا لاعبي نادي هليوبوليس في نهاية الماتش
وحصل يعني نوع من اللي عارفه شباب بتاع بتاعنا 17 سنة و 18 سنة اتشدوا مع بعض وحصل زي مشكلة بينهم وبين بعض بين مصر والكويت، والحقيقة تلمت العملية بسرعة، بس في أحد المتفرجين أصاب لعيبة ثلاث لعيبة من نادي هليوبوليس حاجة سلاح أبيض يعني واتنقلوا كان في سلاح أبيض جوه الماتش؟ لا مش جوه، في مع المتفرجين هو دي مش دي مفتوحه طبعا، لكن برضه كان في سلاح ابيض مع المتفرجين في ماتش ووتر بولو. ظهر واحد معاه عارفه لا في كان ناس بتتفرج، الظاهر معاه مطوه بتاعت اللي هي الفيسري دي، فطلع واصاب ثلاث لعيبه يعني حاجات سطحيه، والحمد لله بقى الموضوع اتلم بسرعه والعمليه ما فيهاش يعني عارفه دي بتحصل عادي جدا في المباريات. لكن انتوا مكملين المباريات وهليوبلس؟ لا احنا مكملين المباراه، احنا ونادي هليوبلس، والبطوله كلها قائمه وما فيهاش اي مشاكل، ودي بتحصل كتير قوي ان يحصل في مشاكل بين اللعيبه وبتاع في المباريات اللي زي دي لما بتكون فيها حماس عالي. واحنا موقفنا ايه دلوقتي؟ موقف النادي الاهلي ايه وموقف نادي هليوبلس ايه من ده؟ موقف نادي هليوبلس هو الاول على المجموعه بتاعته واحنا في المجموعه الثانيه. احنا النهارده للاسف احنا خسرنا مباراه بيننا وبين العربي الكويتي، طبعا نتيجه طبعا النادي العربي هو اللي بينظم البطوله وبيبقى في نوع من المجاملات، وطبعا الولاد نتيجه لا يعني احنا خسرنا عشان المجاملات ولا خسرنا عشان مش كويسين؟ لا احنا لعبنا مباراه مش كويسه طبعا نتيجه للشد العصبي اللي هم مروا بيه في المباراه بتاعت نادي هليوبلس، وحد حصل شد عصبي منهم وخسرنا 7-5، لكن احنا طلعنا التانيين في المجموعه بتاعتنا، وان شاء الله هنوصل النهائي، نوصل مع نادي هليوبلس في النهائي ان شاء الله، وتبقى ان شاء الله المباراه جيده، ودي رياضه بتحصل ممكن يحصل فيها من نوع من المشاكل، لكن الحمد لله. لكن لا صحة لفكرة ترحيل فريق النادي الأهلي ولا صحة ولا شطب النتائج. لا إطلاقا، في بطولة كويسة وإن شاء الله ربنا ينصرنا ونرجع بالبطولة، لأن احنا حامل البطولة، النادي الأهلي هو اللي بيحمل لقب بطل العرب في كرة المية. نتمنى ذلك، اتمنى لكم التوفيق وسلامات طبعا لاعبي نادي هليوبلس لكرة الماء، نتمنى لهم ان هم يكونوا بصحة جيدة، وامسكوا اعصابكم يا شباب. بشكرك كابتن محرر من راغب مدير عام النادي الاهلي، يعني مش كفاية ان احنا اتعادلنا مع الجونة، كمان خسرنا امبارح من النادي العربي، لا يعني خفوا علينا شوية الاهلي، خف علينا شوية. طيب نخرج فاصل وبعد نشوف احداث العاصمة، وبعد الفاصل نواصل نشوف اخبار الانتخابات والمنافسات الساخنة، وهنا في سي بي سي لدينا مفاجآت كثيرة سنكشف عنها في حينها. جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة طلب من المحكمة الموقرة إدخال زوجة المتهم الأول دكتور زكريا عزمي حتى يحكم في مواجهتها برد ما آل إليها من أموال، قد ينتهي الأمر إلى اعتبارها متحققة من كسب غير مشروع. عندما ندافع عن حقنا في الدفاع أمام المحاكم، ندافع عن كفالة حق الدفاع للمواطنين. عندما نقول أن هناك عدوان وقع على المادتين 49 و50 من قانون المحاماة، لا نقول أن هناك عدوانا وقع على المحامين، وإنما نقول أن هناك عدوان وقع على الدستور وعلى كفالة حق الدفاع وعلى حرية حق الدفاع، ولن نسمح لأحد مهما كانت رتبته ومهما كانت وظيفته ومهما كانت هيئته ومهما كان انتماؤه أن ينال من هذا الحق، وسوف يدافع المحامون عن أمتهم وعن حقوقهم. الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 2011،
هو اليوم الأخير لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى المزمع إجراؤها بداية من يوم 28 نوفمبر القادم. وقد بدا الإقبال ضعيفا في الساعات الأولى من اليوم، إلا أنه ازداد بشكل واضح مع مرور الوقت. النهاردة اليوم الأخير احنا جينا علشان خاطر كان في بعض استكمالات بعض الأوراق، وكان في الترتيب عدد الفئات أكبر، فكانوا طلبوا مننا لأ نسبة العمال لا تتجاوز لا تقل عن 50%، فاضطرينا نعدل القائمة والحمد لله النهاردة تممناها. ناس متعاونة والتقديم خد معايا يمكن تلت ساعة مش أكتر، والحمد لله الإجراءات كانت سريعة وسليمة إن شاء الله. نشجع الواحد إنه يتقدم المرة دي، إن الفكرة اتغير طبعا، الخوف راح، كل واحد بيعبر عن رأيه بصراحة، ما بقاش في كلمة الشعار القديم اللي هو الالتزام الحزبي والالتزام، ما بقاش في الكلام ده خلاص. اللجنة العليا للانتخابات بدأت في استقبال أوراق الترشح للانتخابات في 12 أكتوبر الجاري، على أن تغلق باب الترشح في 18 ذاته، إلا أنه تم مد فترة استقبال الأوراق مرتين بناء على الطلب الذي تقدم به عدد من الأحزاب لإتاحة الفرصة بشكل أكبر للمرشحين للتقدم بأوراقهم. فترة مد الأجل دي فترة يعني كانت يعني جت في الوقت المناسب، لانه النظام القائم الجديد اللي اتعمل جديد دوت الناس قوي مش دارساه ومش فاهماه، فكان معظم الناس عندها مشاكل، حتى اللي عايز يثبت انه عمال كان مش عارف ازاي يبقى يجيب الصفه العماليه ومن ينطبق عليه العمال ومن ينطبق عليه الفئات، فديت ادت فرصه للي هو ناقصه ورق يكمله. ده في صالح المرشحين، وهو لو ما كانش اتمدت المده دي انا ما كنتش تمكنت ودي فرصه ان انا اقدم انا والناس كلها اللي موجوده دلوقتي. احنا كنا مقدمين شورى وبعدين ما استكملناش الشعب، فجينا النهارده بقيت الاوراق اللي ناقصه ورقه جيش واللي ناقص كذا، فمع الزملاء بنكملها ودخلناها للمستشار. إذن فإغلاق باب الترشيح للانتخابات البرلمانية يفتح دائرة هامة من الصراع، فالجميع ينتظر الانتخابات القادمة، وكل القوى السياسية تراهن على مقعد في البرلمان القادم. عمرو عبد العزيز، هنا العاصمة. قبل ما نقول لكم التفاصيل، بعض التفاصيل حول الانتخابات، النصف الثاني من هذه الحلقة هيكون معانا 2 من مسؤولي شركات الكهرباء، والحقيقة ده بناء على طلبات كثير من الإيميلز اللي جات لنا، الرسائل، الناس اللي اتصلوا بينا الفيسبوك، كلهم طلبوا أن المسؤولين يكونوا موجودين ويكلموهم، واتصالات هاتفية، هنستقبل كل اتصالاتكم الهاتفية النهاردة مع مسؤولي شركات الكهرباء لكي يردوا على مشاكلكم، ياخدوا نوت بكل ملاحظاتهم وملاحظات بكل يعني قضاياكم، علشان نحاول ان احنا نقرب بين المسؤولين وما بين المشاهدين. الفقره اللي قادمه هتكون مع 2 من الاطفال اللي فازوا بجائزه اجنبيه، رايحين انجلترا يفوزوا يعني اللي يحصلوا على هذه الجائزه، وهي جائزه اختراع له علاقه بالبيئه. مش هحرق الفقره، لكن بنحاول ان احنا نقدم بعض النماذج الجميله والمبشره في حياتنا، والحقيقة أن عندنا أطفال رائعين، لكن إحنا مش بنهتم بيهم وبنهتم بالانتخابات. أما بخصوص الانتخابات، زي ما انتم شايفين على الخريطه احنا منتظرين الرقم النهائي الذي ستعلنه اللجنه. زي ما انتم شايفين على الخريطه احنا مقسمينها للون الاحمر هو لون القوائم، واللون الاخضر هو لون المنافسات الفردي. فلاقي مثلا القاهره فيها 4 دوائر للقائمه وفيها 9 دوائر للفردي، الايوبيه جنبها هي 4 دوائر، 2 دايرتين للقائمه و3 دوائر ل الفردي. الدوائر واسعة جدا زي ما انتم شايفين، دوائر ضخمة جدا. نطلع مثلا نروح اسكندرية مثلا، اسكندرية قائمتين، كل اسكندرية متقسمة قائمتين دايرتين للقوائم و4 دوائر للفردي، كل دايرة بقى جواها مناطق كثيرة جدا. يعني مثلا دايرة القاهرة مثلا، نشوف دايرة القاهرة 4 دوائر للقوائم، هي دايرة الساحل لها 10 مقاعد، يعني دايرة الساحل لها 10 مقاعد، دايرة مدينة نصر أول يخصص لها 8 مقاعد، دايرة قصر النيل يخصص لها 8 مقاعد، دايرة المعادي يخصص لها 10 مقاعد، وقسمت إلى أما الدوائر الفردي
ده 4 دوائر للقوام الفردي، بقى 9 دوائر نظام الفردي ولها 18 مقعد. نلاقي مثلا ان لو احنا ركزنا في القاهره وليت نشوف خريطه القاهره، نلاقي الدايره الاولى مثلا هي دايره الساحل، دايره الساحل مش كده؟ او الدايره الاولى بيشتد فيها الصراع ما بين احزاب الغد والوفد والاخوان وحزب الاصاله، وفيها اسامي زي عصام محمد عثمان عن دايره عن حزب الغد، غد موسى مصطفى موسى، حازم فاروق منصور بيتقدم حزب او قائمه الحريه والعداله، طارق سباق طبعا عن الوفد، وممدوح اسماعيل عن حزب الاصاله، وده غير ممدوح اسماعيل بتاع العباره. الدايره الثانيه بيتنافس فيها الوفد والاخوان منافسه شرسه جدا، وأبرز المرشحين على قائمة الحرية والعدالة أحمد إمام عبد المجيد اللي بيأتي على رأس القائمة، وأبرز المرشحين عن قائمة الوفد إبراهيم السق. في الدايرة الرابعة مثلا إسماعيل ياسين عبد الوهاب عن التحالف، ومحمد عز العرب السق عن الوفد. في النظام الفردي هنلاقي منافسة أكثر سخونة، فمثلا نلاقي إن الدايرة الرابعة فيها مصطفى بكري، دايرة حلوان بقى، مصطفى بكري ينافس الناشط ناصر أمين، ودي دايرة هنشوف فيها سخونة عالية جدا. الدايرة الثانية وهي دايرة مصر الجديدة هنلاقي فيها إن عمرو حمزاوي الناشط عمرو حمزاوي بتنافسه، فيها أسماء محفوظ، وإحنا هنا بنتكلم على الثورة تأكل الثورة، يعني في دايرة مصطفى بكري وفي دايرة حلوان وفي دايرة مصر الجديدة الثورة تأكل الثورة، المتنافسين الاثنين من الثورة، وكنا نتمنى التنسيق. الأحزاب قائمة الأحزاب احنا بنتكلم في أحزاب كثيرة نزلت، احنا عندنا تقريبا 45 حزب متنافسين. الأرقام بنتكلم في ان الحرية والعدالة بينافس واخد نسبة 75% من القوائم، التحالف الديمقراطي بينافس على 100% من المقاعد، مقاعد الشورى ايضا عليها منافسه ضخمه، الكرامه بيشارك ب 16 مرشح، الغد بيشارك ب 30 مرشح، العمل بيشارك ب 9 مرشحين، الوفد بيشارك ب 570 مرشح على مقاعد الشعب والشورى. اعتقد ان الحريه والعداله بينافس على 100% من المقاعد، يعني كل الأحزاب موجودة في هذه المنافسة الانتخابية. ومعنا على الهاتف الناشط أستاذ جورج إسحاق مرشح الفردي. مساء الخير يا أستاذ جورج، مرشح الفردي على ازاي حضرتك؟ حضرتك على ايه في بورسعيد مش كده؟ بورسعيد ان شاء الله. ده انت امامك القطب الإخواني أكرم الشاعر، ده صاحبي اصلي، فالتنافسيه موجوده يعني. طب بس ليه نزلت فردي يا استاذ جورج؟ لانه احنا كنا مفروض ان في صديقنا العزيز الدكتور وزير العمل ده كان بورسعيدي هو، واحنا كلنا كنا بنأيد نزوله، فجاه هو قرر ان هو ما ينزلش، وانا يعني كنت في زياره لالمانيا ورجعت يوم الجمعه، وقلت خلاص الباب هيتقفل يوم السبت وخلاص انتهى الموضوع. ولكن لما اتفتح كلموني البورسعيديه وقالوا لي الدكتور مش هينزل، اللي انا كنت بقى يعني بايده تاييدا كاملا، فاضطريت انزل يعني عشان يعني يبقى في توازن، يبقى في تنافسيه في الانتخابات القادمه. بس نازل مستقل ولا نازل على حزب؟ لا مستقل، انا بتاع كل الناس. انا مش بتاع حد خالص. مش يعني قلقان من دايره بورسعيد؟ يعني بورسعيد انهي دايره اللي في بورسعيد اللي حضرتك نازل عليها؟ ما هي دايرتين، هي واحدة عفاهات واحدة عمال فردي بس. يا خبر، ده انت عندك بورسعيد كلها يعني. لا حبايبي دول انا بعشقهم يعني، فهم كمان اعتقد انهم بيحبوني. بس هل لك علاقة بالشعب البورسعيدي؟ يعني انت يعني اكرم الشاعر معروف ان هو كان اوريدي في بورسعيد وكان. انا لم اغادر بورسعيد، اهلي ما زالوا موجودين وانا لم اغادر بورسعيد، وحركة كفاية كان ليها دور كبير في بورسعيد، وانا يعني من الناس اللي كانوا مع بتوع زرزارة ومع المعلمين، لم أترك بورسعيد لحظة واحدة. الدكتور أكرم بيعمل خدمات يعني اجتماعية، أنا ببقى مع الناس طول الوقت. يعني نتمنى لك التوفيق. يعني إذن الأب والابن موجودان الاثنين في. الابن يمثل الوكيل مؤسسي حزب، ليس لي علاقة عائلية خالص بالموضوع. ما فيش علاقة عائلية. لا بس يعني شيء جدا مثير. هو يعني وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية.
هو له علاقه بالموضوع بتاعي خالص. بس هو كان له علاقه بالموضوع خالص. بس برضو يعني الاب والابن ده كويس يعني ان الاثنين. يا ستي ده خرب اخلاق من حضرتك. الجيلين موجودين. هو كان ضيفنا امبارح شهير، كان ضيفنا امبارح في البرنامج. يعني اتمنى لك التوفيق. الناشط السياسي الكبير استاذ جورج اسحاق الذي يعني امامه منافسه الحقيقه شرسه مع البرلماني الاخواني المعروف دكتور اكرم الشاعر. ودكتور اكرم الشاعر دي دايرته طبعا الدوائر دي ايضا كان المفروض ينزل فيها محمد مصطفى شردي، لكن محمد شردي لم قرر عدم خوض الانتخابات كما قلنا لكم عن الوفد، وقرر ان هو يدعم قائمه الوفد لكنه مش هينزل الانتخابات هذه المره. ومعنا على الهاتف ايضا الاستاذ اسلام لطفي، وكيل مؤسسي حزب التيار المصري ضمن قائمه الثوره المستمره. مساء الخير يا استاذ اسلام. مساء النور. اهلا وسهلا. حضرتك نازل على في اكتوبر مش كده على المقعد الفردي ايضا باذن الله؟ عداله اكتوبر وكده طبعا. بس انت في مواجهه المهندس محمد الصاوي مؤسس ساقيه الصاوي ووزير الثقافه الاسبق. يعني ده صحيح، بس مش مواجهه يعني، هو زي ما كان اشار الاستاذ جورج من شويه كويس، دي تنافس ديمقراطي شريف. احنا دلوقتي قصادنا في الامر في اللحظه الراهنه الناس بحال واحد يبقوا في يعني يبقى شرفاء ضد فلول او بقايا نظام او ثوره ضد فلول، ولكن في تطور الديمقراطي الطبيعي بيكون الناس الموجودين كلهم اكفاء شرفاء، فمفيش تعارض في الموضوع. لا يعني المنافسه منافسه استاذ اسلام، حضرتك عارف ان في النهايه منافسه لازم واحد يكسب، ففي النهايه يعني برغم يعني 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 المشاعر الطيبه وما الى ذلك، لكن المنافسه منافسه. صحيح صحيح. طيب لكن يعني الحقيقه ان نزولك او نزول الصاوي قدام حضرتك ونزولكم الاثنين قدام بعض، ما هو ده برضه دليل على ان الثوره تاكل الثوره في النهايه، لان اثنين بيمثلوا تيار الثوره. الحقيقه كنا نفضل ان يحصل تنسيق وما يبقاش مرشح للثوره مضاد لمرشح اخر للثوره ايضا. لا، هو الثوره لا تاكل ابنائها ولا حاجه كويس، ومفيش مواجهه. هو اللي حصل دلوقتي ان احنا كنا قصاد حاجه اسمها التحالف الديمقراطي. التحالف الديمقراطي كان بيقوده الاخوان والوهاب، وان كان بيغلب عليه اللي هو الصبغه الاسلاميه، وده شيء جيد. بس كرد فعل لهذا الامر طلع الكتله المصريه اللي هي طلعت مواجهه الاسلاميين، فبقى توصم بان هي علمانيه، فبقت البلد تحالف اصطاب اسلامي علماني. احنا في ائتلاف شباب الثوره، وفي الناس اللي كانوا متحمسين او القوى الثوريه بشكل حقيقي كانوا شايفين ان دي حاله اصطاب خاطئه، وان هو البلد يجب الا تقسم، ولو كان في ناس غير تقسم البلد لازم تتقسم ثوره ضد بقايا نظام زي ما قلنا كويس، وده ما كانش متحقق. فهو الباشمهندس محمد موجود في حزبه، هو من ضمن التحالف الديمقراطي، واحنا شايفين ان تركيبه التحالف بشكل ما بتحققش الاهداف، او مش هي دي الطريقه المثلى اللي هتحقق بيها اهداف الثوره. فالموضوع بعيد يا كل البعد عن شخص الباشمهندس محمد الصاوي، او عن ان هو كان وزير ضمن حكومه احمد شفيق اطلاقا كويس، ولكن هو متعلق بالحلف الانتخابي. احنا شايفين ان حلف الثوره مستمره ده بيسعى بشكل حقيقي عبر اهدافه وعبر الاليات اللي هيشتغل بيها وعبر المكونات بتاعته والاحزاب اللي موجوده جواه، بتمثل الثوره بشكل اقرب ما يكون الى ما نتمناه. اتمنى لك التوفيق استاذ لطفي. بس حضرتك نازل فردي زي ما قلت لي مش كده؟ انا نازل فردي. ايوه. هو الغريب ان معظم الناس يعني تركت يعني كل الاسماء اللي نعرفها تركت المنافسه على القوائم وقررت انها تنزل في المنافسه الفرديه، ونفس النظام القديم. ما هو يعني هي الثوره ما درتش ان هي وصلت لكل الكيانات والقطاعات ولكل النفوس، ولسه في ناس هي متشبثه بان هي تاخد فرصتها الى اخر لحظه، وده دوافع انسانيه ممكن نتفاهمها يعني. فممكن تلاقي الناس هي بتعلن في خطاب مبدئي انها تدعم الشباب وان هي واقفه في صف الشباب وما الى ذلك، ولكن وقت التنفيذ كويس بايه يعني بيغلب خطاب المصلحه وبيظهر بعض الـ يعني الانه بتظهر، ولكن ده مفهوم، ده مفهوم لان احنا بشر، واللي احنا بنكافح عشانه ان احنا يجي اليوم اللي احنا نضرب فيه النموذج والمثل كويس لتقديم المبادئ على المصلحه. أشكرك أستاذ إسلام لطفي، وكيل مؤسسي حزب التيار المصري ضمن قائمة الثورة المستمرة. نتمنى لك التوفيق أنت والمهندس محمد الصاوي مؤسس ساقية الصاوي وزير الثقافة الأسبق. أيضا اسكندرية فيها دوائر مشتعلة جدا، يعني خلوني أقف قدام الدائرة الثانية اللي بيتنافس فيها على مقعد الفئات، وبرضه بنتكلم فردي يا جماعة. لو تلاحظوا معظم المنافسات في الفردي، لأن القوائم في النهاية رأس القايمة، ممكن رأس القايمة هنا يتاخد ورأس القايمة هنا ينجح ورأس القايمة
اجتماعنا ينجح، وبالتالي المنافسات الشرسة هتكون على المقاعد الفردية. المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض نازل على الدائرة الثانية فئات، وينافس في هذه الدائرة الأستاذ طارق طلعت مصطفى أحد قيادات الحزب الوطني المنحل، والأستاذ ياسر عبد القوي عن الدعوة السلفية. المستشار محمود الخضيري مساء الخير يا فندم. يعني أتمنى لك التوفيق، هذه منافسة شرسة ولا شايفها إزاي؟ لا شرسة جدا طبعا، ده يعني من أسخن الدوائر في مصر، وربنا يكرم يا رب. إيه اللي خلاك تختار الدائرة دي يا سيادة المستشار؟ والله هي أساسا أنا مقيم فيها، ويعني بالنسبة لي تعتبر يمكن من أحسن الدوائر مناسبة ليها في اسكندرية، ودائرة بالنسبة للنظام الفردي دائرة مش كبيرة قوي، لأن باقي الدوائر الحقيقة ضخمة قوي، فده اللي خلاني يعني فضلت إن أنا أنزل فيها. بصراحة يعني قلبي معاك، هتواجه ازاي يعني تيار سلفي قوي في اسكندرية وحضرتك عارف يمثله ياسر عبد القوي، ومش عايز اقول اموال، ولكن طارق طلعت مصطفى بكل سطوته بكل اللي يعني الخدمات، طارق نائب من سنوات. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انا لازم امثل الفكر الثوري والشباب، يعني انا صحيح مش شاب، لكن الشباب شباب القلب يا فندم. ربنا يكرمك يا رب. فانا بقول ان انا ده بمثل روح الثوره، خدت بال حضرتك، وانا كل ما اتمناه من ربنا ان تكون المنافسه شريفه، وان يكون وان لا يلعب المال وكسر اراده الناخبين فيها دورا. ده يعني وده انا بوجهه طبعا لاصحاب المال. يعني المال اللي بيلعبوا بيه حقيقة لعب جامد قوي قوي قوي، وانا طبعا راجل ما عنديش طاقة، وحتى لو عندي مال انا لا يمكن اطلاقا انافس بهذه الطريقة. هل بدأت تشعر ان المال ابتدى اوريدي ينفخ في الدائرة؟ طبعا لا بدأ وسمعنا هذا في يعني من الناس، يعني ان بدأت المسائل جمع البطاقات و50 جنيه للصوت، ويعني 50 و100 جنيه للصوت، وجاني ناس يعني يقولوا لي هذا الكلام الحقيقه، فلكن انا طبعا مش هتخذ اي اجراء، لكن بناشدهم انهم يعني اناشد اصحاب راس المال انهم المعركه تكون نظيفه، واللي ينجح ينجح بشرف، واللي يسقط يبقى يعني عمل اللي عليه. نتمنى لك التوفيق. سيادة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقد الأسبق، طبعا رجل الناشط المعروف والقانوني المعروف، مستشار خضيري هيكون مدعوما يعني لحد ما من الحرية والعدالة، لكن بيواجه الحياة منافسة شرسة جدا في الأسكندرية أمام الأستاذ طارق طلعت مصطفى أحد قيادات الحزب الوطني السابق، ونائب كان نائب عن أعتقد أنه كان نائب شورى، لا كان نائب شعب مدة طويلة عن هذه الدائرة. طارق كان نائب معروف وكان نائب شورى مهم بالنسبة للوطني وفي مجلس الشعب، وأيضا الأستاذ ياسر عبد القوي من الدعوة السلفية، والتيار السلفي له باع كبير في الأسكندرية، منافسة شرسة بين الفكر والمال والدين. يعني الدائرة دي هي بصراحة من أهم دوائر الانتخابات في مصر في الفترة القادمة. قبل ما نخرج فاصل، أمناء آلاف من أمناء الشرطة النهاردة يعني تظاهروا أمام وزارة الداخلية، يمكن عطلوا المرور قليلا في شارع الشيخ ريحان وفي المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية، لديهم مطالب. لو تذكروا كان في مشاكل، كان في تظاهرات أيضا من أمناء الشرطة في مارس الماضي، وكان حصل بعض الحرائق وما إلى ذلك، لكن تم وعدهم، تم كان في وعود ب تنفيذ بعض الأشياء، ومنها ألا يقدموا لمحاكمات عسكرية ويحاكموا مدنيا. ومعنا على الهاتف أمين الشرطة همام أحمد. مساء الخير يا سيادة الأمين. أستاذ همام مساء الخير. مساء الخير يا فندم. لماذا عدتم للتظاهر نهاردة ومبارح؟ إيه أسباب التظاهر؟ وأعتقد أن كمان في تظاهر كان قدام المطار. حضرتك التظاهر على مستوى الجمهورية وليس المطار أو الوزارة فقط. لو تعالي صوتك بس استاذ همام، انا مش سامع حضرتك. السلامه مع حضرتك يا فندم. سلامه
استاذ سلامه، انا اسفه يا فندم، اتفضل. تحت امرك تحت امرك. بقول لحضرتك التظاهر او الاعتصام على مستوى الجمهوريه، ايوه، بسبب تجاهل السيد الوزير والساده القيادات لمطالبنا الشرعيه، وهي حضرتك احنا اصحاب حقوق وليست مطالب اولا، عشان بس التوضيح. طيب يا فندم، ايه هي الحقوق الشرعيه اللي بتطالبوا بيها يا فندم؟ بالنسبه لينا الكادر الوظيفي اللي تم ايقافه، كان موجود وتم ايقافه من عده سنوات، واعتبر حضرتك المستشفيات الغاء المحاكمات العسكريه، واخد بال حضرتك، التسليح الشخصي، كل دي حقوق لنا وللاسف منهوبه ومسلوبه من زمان مش من النهارده. طالبنا بيها يوم واثنين وثلاثه، واتكلمنا من شهر ثلاثة لحد النهاردة، كل يوم يقولوا لنا هندرس هنشوف، وللأسف ودن من طين ودن من عجين، ومحدش بيقدرنا ولا بيعبرنا. طب البيان وزارة الداخلية أعتقد بيقول إنه كانت قد تمت الاستجابة لعدد من الطلبات، لكن دي طلبات إضافية. تمام، أنا أقول لسيادتك على حاجة. النهاردة البيان اللي طلع بيقول تم تحقيق 90% من مطالب الأفراد، أنا مع سيادتك، ماشي؟ من شهرين افكر حضرتك باللواء مروان مصطفى مدير الاعلام والعلاقات في وزاره الداخليه، قال قناه التحرير بالحرف الواحد تم تحقيق 90% من مطالب الافراد. السؤال هنا يا فندم بعد اذنك، احنا لينا كام 90% من مطالبنا وحقوقنا؟ لما كل يوم والتاني السادة القيادات يطلع يقول احنا حققنا 90% 90%، هو في غير 90%؟ طب خليها 91 ونص حتى. طيب يعني حضرتك بتقول لي يا استاذ سلامه، سياده الامين سلامه، انه مفيش حاجه اتحققت خالص؟ مفيش حاجه يا فندم خالص، ولا بس انا اتحققت على ارض الواقع، كله على الورق يا فندم، كله على الورق، يعني انتم على ارض الواقع مفيش حاجه. انتم لسه بتقدموا لمحاكمات عسكريه؟ لسه يا فندم النهارده في ناس من زمايلنا في الجمهوريه اكتر من حاله اتعرضت على المحاكمات العسكريه حضرتك، والتهم يعني لا تذكر. طيب احنا حضرتك قلنا اللي يغلط يتحاسب، ما بنقولش لا، احنا اللي يغلط يتحاسب. طيب، ولكن مش لدرجه الظلم ده، مش لدرجه الظلم ده. على سبيل المثال حضرتك معانا هنا دلوقتي وعرضناهم على الفضائيات زمايلنا، عايزين يتعالجوا في الوقت اللي فيه حبيب العدل وزير الداخليه المسجون المتهم بيتعالج في مستشفى الشرطه. هل يصح هذا؟ هل هذا عدل في نظر حضرتك او في نظر الشعب او في نظر العداله الاجتماعيه اللي قامت عليها ثوره 25 يناير؟ طب سؤال يا استاذ يا سياده الامين سلامه، يعني الداخليه بتقول لك ان هو احنا بنحاول وعندنا بنعمل اعاده هيكله وضمن الـ 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 الامور اللي معانا، ما يمكن كمان هم ما عندهمش امكانيات لتحقيق مطالبكم بالذات الماديه الان. هقول لسيادتك سؤال حاجه جميله قوي قوي ممكن تستغرب ليها حضرتك. وزارة الداخلية وزارة منتجة، وأنا بقول لحضرتك إن هي أحسن من البترول نفسه، وفيها خير أحسن من الكهرباء كمان. بس مش باين، مش باين، لأن فلول العدل ما زالت موجودة. مش باين نهائي. ليه بيعملوا معانا كده؟ ليه؟ هو إحنا مش بني آدمين؟ الشارع بقى، الشارع يا سيادة الأمين بيقول طب ما في فراغ أمني، يعني أنا كمان أنتوا عندكم طلبات. عايز أسألك سؤال، يا أستاذة. بعد إذن حضرتك، وأنت راكبة عربيتك في الشارع بتشوفي ظابط ولا بتشوفي أمين شرطة أو عسكري ولا صول؟ أنت حضرتك تجاوبي، حضرتك بعد إذنك. أحياناً وأحياناً بصراحة، يعني بشوف المفروض. ما أنا عايز الصراحة، ما أنا عايز. لا، بشوف الدرجات الدنيا طبعاً، ما بشوفش ظابط يعني. طب ما أنا بقول لحضرتك أهو، أمناء الشرطة والأفراد هم عامة هم سبب الأمن في مصر، بدليل إن إحنا النهاردة في تسجلت بسبب عدم وجود امناء الشرطه. يبقى احنا الاساس الامن في البلد، يبقى ليه البلد ما تشوفناش يا جدعان؟ يعني يا جماعه، ما هو في احساس يا سياده الامين، ما في احساس ان ما فيش امن اساسا. انا بقول لحضرتك احنا بننزل الشارع لان احنا من الشعب، واحنا اساس الشعب، يعني دي بلدنا واحنا اللي بنحافظ عليها. ليه هم بيستغلوا حبنا لبلدنا، هم بيستغلوا نقطه ضعف عندنا حبنا لبلدنا. ليه بتطلبوا بعوده اللواء محمود وجدي؟ يعني اللواء محمود وجدي تحديدا احنا بنطالب بيه، لانه اول وزير داخليه جه مصر من تاريخ مصر، من اول ما ربنا انشاها لحد النهارده، يعترف بحقوق الافراد. هو ده السبب الوحيد اللي احنا بنطالب بيه. واخد بال حضرتك؟ بس هو ده السبب مش اكتر. اللي هو محمود وجدي صراحه بقولها شهاده لوجه الله، اول وزير داخليه ينزل مصر يعترف بحقوق الافراد ويعترف بكل ما يقاله الافراد. طب
طيب اخر حاجه وصلتوا لها ايه مع الوزاره؟ قال في تفاوض وضع الوضع ايه دلوقتي؟ للاسف الشديد لم ينظر الينا احد حتى الان، وكل اللي بيتكلموا في الفضائيات للاسف 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 كده. يعني وانتم مستمرون في محدش عبرنا واحنا مستمرين في الاعتصام، محدش عبرنا ومحدش نزل لنا ومحدش ناوي ينزل بصراحه كده يعني. الصوره اللي واضحه قدامنا دلوقتي بتقول كده. طب والمطار اعتقد كان فيه ايضا مشكله امام المطار، هل انتهت هذه المشكله؟ والله يا فندم على ما اعتقد ان الاعتصام على مستوى الجمهوريه على حسب معلوماتي من الزملاء هنا، ولكن انا ما عنديش فكره والله اذا كان شغالين ولا واقفين مش عارف، الله اعلم. ما عنديش معلومات كافيه يعني. يعني هنتابع معاكم هذا الموقف. أشكرك أمين شرطة سلامة حسين معبرا عن مطالب أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية. هناك اعتصامات وإضرابات لأمناء الشرطة يطالبون بعودة اللواء محمود وجدي الذي كان يقولون أنه كان يهتم بهم بشكل أفضل من اللواء العسوي، يطالبون بمطالب وعدوا بها من قبل لكنها لم تحقق. الداخلية بتقول لا، أن معظم هذه المطالب تم تحقيقها وأن هذه مطالب إضافية لها علاقة بمن فصلوا ومن عادوا، ان هو وان الوزير قال ان هو العودة ستكون يعني لمن فصلوا، ان العودة ستكون فقط لمن صدرت ضدهم احكام تأديبية فقط، ولكن اللي صدرت ضدهم احكام لن تتعلق بالشرف او بعقوبة جنائية لن يعودوا للعمل. يطالبون بتحديد ساعات العمل، يطالبون بحقوق لها علاقة بالعلاج، كل هذه الحقوق يقولون انها لم تنفذ ولم تنفذ نفذها الداخلية ولم تتفاوض معهم حتى هذه اللحظة. نخرج فاصل ونستقبل مجموعة من الأطفال معنا تقرير عن اسكندرية. طيب مجموعة من الأطفال اللي فازوا بجائزة رايحين يسلموها من بريطانيا. نشوف شيء مفرح شوية يعني، وكل اتصالاتكم الهاتفية حول موضوع الكهرباء يعني احنا هنتلقاها في النصف الثاني من الحلقة، وبعد كده نقول لكم عندنا ايه بكرة. في اليوم الثالث عشر والأخير لتلقي طلبات الترشيح لمجلسي الشعب والشورى اختلفت الصورة من محافظة إلى أخرى، ففي الوجه البحري وعلى سبيل المثال وبمدينة الأسكندرية كان الهدوء هو عنوان اليوم الأخير، وخاصة لاستيفاء الأوراق، كما ظهرت أيضا بعض الحالات الفردية للتحويل، ولكن اللافت للنظر حتى اللحظات الأخيرة هو ظهور التقديم على مقاعد الفرد المستقل بشكل كبير. كله بيجيب أوراقه مستوفية على حاجات بسيطة جدا ممكن يقدمها بعد كده في لجنة الفحص. عدد المستقلين لحد دلوقتي حوالي 418، والقوائم 28 قائمة كلها أحزاب مختلفة. فوجئت بأن الأحزاب كلها أو أغلبيتها داخلة بقائمة، وبرضه في نفس الوقت طلع من القائمة بعض ناس وداخلين مستقل، فهنا الحزب مش عايز يدي فرصه لاي واحد مستقل فعلا. برنامج الانتخابي بالنسبه للاحزاب مش واضح، وما نعرفش ايه اهداف الحزب عشان انا انضم لحزب معين، ففضلت ان انا اقود التجربه ديت على المقعد الفردي. ما ينفعش نقول ان النوع ده افضل ولا النوع ده افضل، لان هو كل واحد فيهم بيكمل الثاني. ما ينفعش انك يبقى عندك مستقلين فقط، ما ينفعش يبقى عندك حزبيين فقط. اما في الوجه القبلي وبمحافظه المنيا على سبيل المثال اختلف الوضع تماما عنه في الاسكندريه، فالزحام الشديد والارتباك والخوف من انتهاء الموعد الأخير لتلقي الطلبات كان هو السمة الغالبة هناك، ولكن اللافت للنظر بوضوح هو التشتت في الآراء ما بين الفرد المستقل والأحزاب حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق اللجان. كان هناك بعض الارتباك في القوائم بالنسبة للأحزاب، تغيير أشخاص بأشخاص أو تغيير ملفات بملفات، فرد بفئات، طبعا دي عامله ارتباك شويه عندنا بالنسبه للقوائم، اما بالنسبه للفردي اعتقد انه ماشي بسلاسه وما فيش اي مشكله. هو النظام نفسه بتاع القوائم مش عاجب حد يعني. هقول لك ليه؟ لان لقط كل واحد وتبص تلاقيه ان هو عايز يجي على القائم الاول ولا الثاني. انا اضطررت ان انا اجدد فردي لان هم اعلنوا النتيجه في اخر ايام، ولقينا ترتيبنا متاخر في القوائم. فالسيد الاستاذ حلمي سالم رئيس الحزب قرر الانسحاب من التحالف، فقررت ان انا اقدم فردي. وبعد غلق باب الالتحاق بالبرلمان القادم، ما الذي ستحمله لنا الايام القادمه؟ وما هو الشكل الامثل لاول انتخابات برلمانيه بعد الثوره؟ عماد اسماعيل، هنا العاصمه.
بكم من جديد. طول البريك كنت بحاول افهم ايه هو الاختراع اللي اخترعه هؤلاء الشباب الصغار الاطفال، هم يعني اطفال ويعني بيكبروا شويه، هنعرف دلوقتي ايه هو الاختراع، لكن في النهايه هم قدموا لمنظمه جرين ابل العالميه، وهي منظمه مستقله غير سياسيه مختصه بشؤون البيئه، وبتقدم جوائز لمن يعملون او يقدمون اختراعات او افكار لها علاقه بالبيئه وتشجع على المحافظه على البيئه النظيفه. اسمحوا لي ارحب واعرف احاول اعرف الاختراع اللي هم عملوه. بدران محمد بدران، اهلا بيك. عندك 12 سنه مش كده؟ صح، تاني اعدادي. واخوه محمود محمد بدران طالب بالصف السادس ابتدائي. انت عندك ابتدائي السنه دي يا محمود؟ للاسف. انت للاسف. انتوا في مدرسه ايه؟ احنا في مدرسه برينس انترناشونال سكولز. برينس انترناشونال سكولز؟ لا، بريليانس انترناشونال. بريليانس انترناشونال سكولز. طيب انا عايز افهم بقى ايه القصه، وايه قصه جرين ابل، وايه قصه الحاجات اللي مخترعه من النبات والكلام ده كله. مين هيقول لي بقى؟ انا احسن. محمود قول يا محمود. حضرتك احنا من 3 سنين كنا مهووسين بالعلم، وكنا عاوزين نعرف مهووسين بالعلم. يعني ايه مهووسين بالعلم؟ يعني احنا كنا عاوزين نعرف كل حاجه. كل حاجه عن الفيزياء، وكل حاجه عن الكيمياء، وكل حاجه. دخلنا على النت، في حاجات فهمناها وفي حاجات ما فهمناهاش. انتوا الاثنين اخوات بتقعدوا في البيت طول النهار تدوروا على الحاجات دي، يعني مهتمين جدا بالقصه دي اكتر؟ لا، في الوقت اللي احنا كنا واخدين فيه، مش وقت الدراسه. ايوه، لا معلش، ما فيش مشكله، حتى في وقت الدراسه مش حاجه وحشه يعني. قول يا محمود. فحضرتك بقى احنا لقينا مسابقه عن العلوم، مسابقه، فقلنا ندخل فيها نجرب حتى احنا وصلنا قد ايه وممكن نكسب ولا لا. التجربه، فعملنا بحث عن الطاقه الشمسيه واستخداماتها وقدمناها للمسابقه. فجأة الاول فكرت في موضوع الطاقه الشمسيه، اشمعنى موضوع الطاقه الشمسيه ده؟ لان هو كان بيقول لك المسابقه دي تدور على مشروع يساعد شيخ زايد. اصل كانت مسابقه الشيخ زايد، وكانت بدوله الشيخ زايد، فهو عاوزين نحسنها. الشيخ زايد اصلا منطقه صحراويه. المنطقه يعني منطقه الشيخ 6 اكتوبر. فاحنا عاوزين نشوف بقى احنا ممكن نستعملها في ايه، مثلا حاجه تفيد الطبيعه. فحق قررنا ان احنا نستعمل الطاقه الشمسيه. المسابقه دي لقيتوها على الانترنت؟ دي مسابقه دوليه؟ لا، ما كانتش مسابقه دوليه، دي كانت مسابقه على مستوى منطقه الشيخ زايد، مدينه الشيخ زايد حضرتك عارفاها. في جوه 6 اكتوبر كانت المسابقه على مستواها. مين اللي عامل المسابقه دي؟ الشيخ زايد. الشيخ زايد مين؟ لا يعني مش الشيخ زايد، لازم منطقه يعني مؤسسه او حاجه جمعيه. هي مؤسسه حكوميه عامله المسابقه دي هنا في الشيخ زايد. طب وانتوا اساسا اعضاء في اتحاد المخترعين المصريين؟ ايوه. اوكي، برئاسه الدكتور رامي صفوت. برئاسه الدكتور رامي صفوت. اوكي، قولي بقى محمود. فحضرتك السنه اللي بعدها قررنا ان احنا نستعمل الخلايا الشمسيه ونعمل منها حاجه، فقررت ان اعمل الشاحن ده. الشاحن ده كبير، يعني ازاي انا هحطه في موبايل او حاجه زي كده. ده عايز تعمل شاحن باستخدام الخلايا الشمسيه مش باستخدام الكهرباء. ايوه، مش كده؟ لا، هو يستخدم كهرباء، بس احنا عايزين شاحن زي الشاحن اللي دايما تقوم حاطه في كوبس الكهرباء وتقعد تشحن. عايزين شاحن نقدر نمشي في اي حته ونشحن، وانت بس تقوم حاطه في اي نور يقوم شاحن لوحده. اوكي، يعني وبياخد الطاقه الشمسيه يحولها الى كهرباء. أيوة. فهو شاحن بورتبل، يعني شاحن. أيوة، يمكن متنقل. زي اللي في موبايل السامسونج الجديده. فحضرتك ده كبير، ازاي هنحطه مثلا في موبايل او حاجه زي كده؟ انتوا جبتوا الشاحن ده منين اساسا؟ هو حضرتك كان في واحد عمله لنا، لكن انا بصراحه يعني انا ما كنتش فخور خالص بيه، لان اول حاجه كبير، ثاني حاجه ايه افكتيف. ان افكتيف ازاي بقى؟ ان افكتيف يا محمود؟ يعني ما كانش بيدي طاقه خالص، يعني كان بالعافيه يشحن موبايل النوكيا القديم. القديم قوي. هو الشاحن ده يعني بيستخدم ايه؟ بيستخدم الطاقه الشمسيه ولا الشاحن ده بيستخدم ايه؟ بيستخدم الطاقه الضوئيه عامه. الشاحن بتاع الخلايا الشمسيه عامه بيقسم الانواع. احنا دلوقتي شغالين في مجال الخلايا الشمسيه، بتمتص الضوء وبتحول لطاقه شمسيه وبتحول لكهرباء. حضرتك النوع ده معمول من ماده اسمها السيليكون. السيليكون دي عباره عن الرمل. فاحنا حضرتك فكرنا طوالي على طول. أيوة. ايه هي الماده اللي ممكن تكون احسن من الرمل؟ يعني احنا دلوقتي عشان برضو نفهم الناس، احنا معانا لقينا شاحن كبير، احنا عايزين بيستخدم السيليكون او بيستخدم الماده اللي هي عباره عن رمل. السيليكون ده عباره عن رمل. الرمل. يعني معلش اشرح لي يعني ايه بيستخدم السيليكون في الطاقه، مش فاهم. السيليكون هو السيليكون عامله حاجه اسمها سيمي كوندكتور. زي كوندكتورز كده، بس في اختلاف ما بينهم، في سلايد ديفرنس ما بينهم. السيمي كوندكتورز انت بتديها طاقه فبتعمل كوندكتنج،
فهي بتاخد الطاقة عشان تعمل كوندكتنج للإلكترونز. أوكي. فهو بحاول أفهم، بحاول أفهم. قول يا محمد. فدي ميزة السيليكون إن هو جود سيمي كوندكتور. طيب. لكن مش لكن مش كويس قوي. ليه بقى؟ عشان هو مش كوندكتور، ده سيمي كوندكتور، واللي قدرته على الامتصاص بتبقى في أقصى حالتها 20%، مش مش حاجة عالية. فمش قدرته اللي تشح مثلا حاجة زي تلاجة أو حاشبة دي بيصدر شغل حاجة بسيطة. ثم إن السيليكون قدرته على امتصاص الحرارة بسيطة، وده هو ده العنصر اللي بيتحط جوه الخلية عشان يقوم مصدر الطاقة الشمسية، وده أغلب العناصر المستخدمة دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله، كمل يا محمد، برافو عليك والله. أنا فرحانة باللي أنتوا بتقولوه، نصه مش فاهماه لكن ماشي. قول لي بقى محمود. بس حضرتك عباقرة والله. أنا بقى كمل يا محمود. في سنة رابعة قلت أخدت عملية التمثيل الضوئي، فقلت لي ما بعملهاش من النبات، ما هو النبات برضه بيمتص الطاقة 80%. صح. فأنا دخلت على النت لقيت إن في خلية اسمها خلية جريتسيل، دي كانت عاملها العالم جريتسيل الأمريكي، بصراحة مش فاكرة كانت جنسيته إيه. ده زي كده ما النبات بيمتص الطاقة من الشمس ويحولها ل بس جريسيل بقى أكل، بس هو عملها بيحولها لشوجر ولسكر وكده. أيوه بس جريسيل بقى عمل حاجة تانية. جريتسيل أخد صبغة الألوان بتاعة النبات وكان فيها بدران وكان عامل موديل تاني اللي هو كان بياخدها، لكن غلطته بقى إن هو كان بيعمل تقريبا زي بيكون بيحول الكيميكال انرجي لإلكتريك انرجي. أنا عاوز أغير بقى اللايت انرجي تبقى إلكتريك انرجي. يا سلام، هنحول الطاقه الضوئيه اللايت انرجي انتو الكتريك انرجي، ده اللي انتوا عايزين تعملوه باستخدام النبات. باستخدام النبات النبات ونظريه او الخليه اللي اكتشفها اسمه ايه العالم؟ جريتسيل. جريتسيل لا جريتسيل كان عامل صبغه الوان بتاعه النبات. احنا عايزين جزء نفسه في النبات، جزء حي في النبات. هناخد انه جزء بقى من النبات. ده هو جزء جوه الجرانا بس مش اسمه السايلاكويت. سايلاكويت. فحضرتك السايلاكويت ده عملت عليه دراسات كتيره، فلقيت ان هو مصدر كل فوتوسنس. يعني هو ده اساس عمليه التمثيل الضوئي، يعني هو ده اهم حاجه فيها، لان ده اللي بيقوم بامتصاص الضوء اصلا. مظبوط. ده المسؤول عن امتصاص الضوء. الفوتوسنثيسس. مظبوط. ومن هنا وحضرتك في الحته دي بالذات احنا كنا عاملين دراسات كتيره على ازاي السايلاكويت ده، عشان قرينا فيه كتير عشان نعرف ايه المكونات بتاعته. وطبعا وصلنا للطريقه ان احنا نقدر نحطه في الخليه. وبعدين انا عايزه اوصل للاخر بقى. وصلنا لايه بقى؟ فحضرتك احنا بقى كنا قدمنا اكتر اسكندريه عشان ناخد الدعم، واحنا لسه شغالين في اجراءات الدعم بس. قلنا بقى رحتوا فين في اسكندريه؟ مكتبه اسكندريه. مكتبه اسكندريه. ايوه بناخد منها دعم دلوقتي وشغالين في اجراءات. في اخر دلوقتي اجراءات الدعم. اول ما يستلموا هنعمل الخليه بتاعتنا. في معمل نانو تكنولوجي بتاع الدكتور منى بكر. ايه بقى البتاع الصغير اللي انت ماسكه ده؟ هو حضرتك اشرح لي. لا بس نرفعه كده عشان الناس تشوفه. ايوه ده ايه ده؟ دي حضرتك خليه سامبل. خليه سامبل او نموذج. نموذج لخليه جريتسيل. هو حضرتك انا كنت دخلت مشروعي، هو كان لسه فكره، كنت دخلت في مسابقه انفوتك وكنت فزت انا واخويا بجائزه المخترع الصغير على مستوى الجمهوريه. خدتوا الجائزه الاولى. ايوه. وكل واحد اخذ مننا 1000 جنيه. برافو. ال 1000 جنيه دي بقى قليلين برضه ما يعملوش حاجه. بس احنا وفرناهم بقى عشان الابحاث، مثلا ساعه نعمل بانر كده يعني. كده. فانا عملت بقى من كان متبقي منها عملت الخليه دي، يعني الخليه دي ب 100 جنيه. المشكله انها باظت بعد حوالي شهر. الخليه دي معموله برضه سامبل، عامله زي خليه جريتسيل اللي حضرتك قلنا لحضرتك عليها. طبعا عشان نقدر نعمل خليه زي اللي حضرتك بنقول عليها الاول لازم يكون في خليه الاول نتعلم ازاي نعملها. طبعا. فعملنا دي الاول كسامبل، قلنا نعمل زي خليه جريتسيل واستخدمنا صبغه الوان بتاعه الكركديه. واحنا عاملين الخليه دي. بعد ما حضرتك ما عملنا الخليه دي اكتشفنا انها بعد شهر الكفاءه بتاعتها قلت جدا. وتقريبا شبه انعدمت، قربت تبقى للصفر. يعني الماده الجزء صبغه الالوان دي الديوربيلتي بتاعتها قليله. بتعيش فتره قصيره والكفاءه بتاعتها كمان قليله. طب فاحنا عايزين نطور ده. ايوه يعني دي الغلطه بقى، عشان كده خليه جريتسيل دي ما كانتش مستخدمه بحد واسع. طب هنطور ده ازاي بقى؟ احنا هو زي ما قلت لحضرتك ان هو كان بيحول كيميكال انرجي الكتريك انرجي، انا هخليها لايت. وتاني حاجه هشيل فوتوسنس، لان هو كان شغال بفوتوسنس فكانت بيفضل بقى وكانت ما كناش عارفين نوقفها. كانت بتشتغل بحيث انها كانت بتعصب الالكترونات لحد ما تموت. طب دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل شاحن يستخدم الطاقه
هو دلوقتي احنا لسه بنحول ده من الخليه، يعني احنا الخليه اللي هي من النبات. هو حضرتك احنا لسه عارف الخليه الشمسيه هي عباره عن خليه بيكون فيها ماده، الماده دي بتمتص الطاقه الشمسيه، بتمتص الطاقه الشمسيه اللي هي الطاقه الضوئيه وتقوم محولاها طاقه كهربائيه. ده مفهوم الطاقه، ده مفهوم الخليه الشمسيه كعامه. تمام. اللي بيختلف بقى من الخليه الشمسيه الاخرى الماده اللي جواها مش الطبقات بتاعتها. طيب احنا بقى عايزين نعملها الماده الجديده اللي هي النبات، لان النبات احسن ماده في امتصاص. واستخدمتوا نبات ايه وانتم بتشتغلوا بالضبط في النبات؟ بتاع صبغه الالوان بتاعت الجريسيال استخدمنا صبغه الالوان بتاعت الكركديه. لكن احنا عايزين لكن في الخليه بتاعتنا بتاعت النبات اللي احنا عايزين نستخدمها دي لسه هنعملها بس لما نستلم الدعم. طيب الدعم ده هيجي لكم منين؟ مكتب اسكندريه. طيب قصه بقى المسابقه اللي انتم قدمتوا فيها بتاعت جرين ابل. هو حقيقة احنا كنا بندور على مسابقات للبيئه، لان احنا مشروعنا مهم للبيئه، فدخلنا لقينا مسابقه جرين ابل. اول حاجه جينا نشوفها الناس اللي اشتركت، لقينا ان هي شركات زي كوكا كولا فراري كده، فقلنا مصر ما اشتركتش خالص فيها، فقلنا نحط اسم مصر بس على الاقل تكون دخلت مصر. ما كناش عندنا ادنى امل ان احنا ممكن نكسب ساعتها، بس حصل ان احنا كسبنا. كسبتوا فعلا؟ كسبنا الفكره. انتوا بتبعتوا الفكره يعني؟ ايوه بعتناها وقالوا ان احنا كسبنا، وان احنا مدعوين ان احنا نروح هاوس اوف كومنز بالاس اوف ويستمنستر في انجلترا في لندن عشان نحضر التكريم. يعني هتروحوا هاوس اوف كومنز؟ ده البرلمان يعني بتاع اللي هو العموم، مجلس العموم البريطاني يعني. طيب وده هتروحوا امتى؟ ده في باذن الله هنستلمي كذا يوم 14/11. و ده يعني بعتم لكم التذاكر والكلام ده ولا انتوا عندكم القصه؟ لا احنا لازم ندبر الحاجات دي. احنا بعت لنا تذكره الهاوس كومنز، تذكرتين مش كمان، مش يعني مش على حال، مش على يعني مفيش بابا وماما ولا حد موجود معانا. لا ده هم تذكرتين انا واخويا من الاخر. انت واخوك من الاخر. بس دلوقتي احنا عايزين تذاكر طياره وعايزين اقامه. مين اللي هيعمل لنا ده بقى؟ اللي هيساعدنا في الحاجات دي هي جمعيه عصر العلم. عصر العلم. حسيتوا بايه لما عرفتوا ان انتوا كسبتوا الجائزه دي؟ هو حقيقة هم كانوا بعتوا لنا ان احنا السيمي فاينالست، فلقينا ان احنا عندنا في السيمي فاينالست ده كان بيقول لنا اكتب 5 سطور عن ملخصا في مشروعك. تلخص في مشروعك وازاي هتحل جلوبال وورمنج، عشان احنا كنا بعتنا جلوبال وورمنج اللي هو ارتفاع الحراره، الاحتباس الحراري. مظبوط. فاحنا كتبنا لهم ان احنا نقول لهم ان احنا لو عملنا خلايا شمسيه دي هنقلل الاحتباس الحراري وهنلغي البترول او هنحد منه خالص بحيث ان احنا مش هنستعمله، فكده احنا وقفنا الاحتباس الحراري بحيث ان احنا وقفنا الكربون دايوكسيد. تاني حاجه انت زودت اشجار، الشجر ده هيعتبر زي بير بترول دلوقتي طبعا، فعشان كده الناس يعني فهم بعتوا لكم بقى قالوا لكم ان انتوا كسبتوا. ببعتوا لهم السامري دي او الملخص ده، يعني السامري زي ما حضرتكم زي ما اقول لحضرتك السامري الملخص ايه؟ ان احنا لو قدرنا فعلا كنا كاتبين كده، ان احنا لو قدرنا فعلا نعمل خلايا شمسيه كفاءتها عاليه وسعرها رخيص وكمان تفضل عايشه فتره طويله مش مجرد شهر وخلاص وتنتهي، هنبقى كده عملنا تغيير في العالم، بحيث ان احنا هنحد من جدا من استخدام البترول، لان قبل كده مثلا كانوا بيستخدموا الفحم في القطر، لكن بعد كده استخدموا البترول لاقل تلوث. احنا دلوقتي بنتكلم في حاجه ادنى تلوث تقريبا. بان احنا نستخدم الطاقه النظيفه. المشروع ده هيبقى ليه اهميه كبيره جدا. اول اهميه الاقتصاديه ان احنا بعد كده مش هندفع فلوس في البنزين. وهتبقى ساعتها افريقيا اغنى دوله في العالم عشان الغابات الاستوائيه. انا سعيده بفكره غير طبعا فكره الاهتمام بالعلم وحب العلم، سعيده ان انت مبسوطه ان انتوا بتفكروا تغيروا في هذا السن الصغير، ان انتوا بتفكروا عالم افضل، حياه افضل، تغيير للحياه، ان الشجر اهم، فكره الاحتباس الحراري، فكره التلوث النفطي، كل ده انا سعيده بيه جدا. طب خلونا ناخد الاستاذ محمد عبود مدير جمعيه عصر العلم. مساء الخير يا استاذ محمد. يعني انا سعيده جدا. اولا هل الجمعيه، هل انتوا الجمعيه اللي بترعى هؤلاء الاطفال؟ هو احنا سعداء جدا طبعا ان احنا نرعى مثل هؤلاء الشباب اللي ان شاء الله هيبقوا مستقبل مصر، ويعني محمود وبدران صراحه من الولاد المميزين اللي التقينا بيهم في كذا مسابقه عملناها وساعدنا ان احنا نعرفهم ونتبناهم ونساعدهم ان هم ينموا المواهب بتاعتهم ان شاء الله.
محمود محمود شرق، معلش يا محمود اشرب بق ليمون. طيب استاذ عبود، جمعيه عصر العلم دي اشرح لي بالظبط ملخص عليها، جمعيه تابعه لايه؟ جمعيه خاصه، جمعيه تابعه لايه بالظبط، لاي مؤسسه؟ لا هي جمعيه عصر العلم، جمعيه اهليه غير سياسيه غير ربحيه، هدفها هو تشجيع ودعم البحث العلمي على مستوى مصر، بتضم رئيسها مجموعه من كبار العلماء المصريين في كافه المجالات والتخصصات، من اعضائها الشرفيين الدكتور احمد زويل على راسهم، رئيس فخري للجمعيه الدكتور مصطفى السيد، الدكتور مجدي يعقوب، الدكتور فاروق الباز، الدكتور محمد غنيه، اللي تضم كوكبه من كبار العلماء المصريين، يعني يمكن دي الاسماء البارزه، وعندنا اسماء ثانيه كتير، كلهم مجتمعين على ضروره ان احنا نساهم في نهوض مصر وتقدمها من خلال رعايه البحث العلمي وتنميته، سواء على مستوى الشباب الصغير اللي في المدارس او الباحثين اللي في الجامعات او حتى الفرد العادي اللي موجود في المجتمع بحيث يدرك قيمه العلم ويهتم بيه. طب هتعملوا ايه للولاد دول؟ الولاد قدموا في جرين ابل، هي اشرح لي برضو جائزه جرين ابل دي مقدمه من ايه بالظبط؟ هي جرين ابل برضو مقدمه من مؤسسه دوليه برضو غير الحقيقه مهتمه بالحاجات المرتبطه بالبيئه وبالحاجات المرتبطه بحمايه البيئه، وهي جائزه دوليه حصل عليها قبل كده مؤسسات كتير، منها مؤسسه قطر فاونديشن حصلت عليها السنه اللي فاتت، واحنا سعداء جدا ان من اول مره من مصر بتحصل عليها، وبيحصل عليها مجموعه من الاطفال المصريين اللي عاملين بحوث متميزه مرتبطه بالحفاظ على البيئه ومنع التلوث، فبصراحة كانت يعني حاجة تفرحنا جدا. هل يعني دي أول مرة مصر تفوز في بهذه الجائزة؟ صحيح، لأن يعني ما كانش حد قبل كده قدم فيها. يعني من أول المرات إن حد من مصر يكسب في الجائزة دي. ومن الملاحظ بصراحة إن إحنا لما بنخش في أي مسابقات دولية أو حاجات على هذا الشكل بتلاقينا في أقل من سنة أو سنتين بنحصل على مراكز جيدة. طيب هتعملوا ايه للولاد دول؟ يعني كيف سترعوا هؤلاء الاطفال وهؤلاء العقول اللي انا شايفه انها بصراحه عقول فذه، يعني نص الكلام اللي هم بيقولوه يعني انا مش عارفاه بصراحه، فازاي هتعملوا ايه لرعايه هذه العقول ورعايه كفاءتها وانهم يتقدموا بشكل اكبر؟ هو انا زي ما قلت لحضرتك، ودي ميزه جمعيه عصر العلم، ان احنا دايما بنشتغل بمنهجيه علميه في كل برامجنا، فاحنا عشان نكتشف المواهب اصلا احنا عندنا برنامج اسمه معرض العلوم والهندسه المصري، بننظمه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم واليونسكو وشركه انتل، والمعرض ده بنقيمه سنويا وبنلف فيه مدارس مصر كلها ومحافظات مصر، وده كانت الفرصه اللي احنا من خلالها تعرفنا على محمود وعلى بدران، وكل سنه بنكتشف موهبه واثنين وثلاثه وبنحاول ان احنا ننميهم من خلال بقى ان احنا نوصلهم، يعني محمود وبدران قدرنا الحمد لله بفضل الله ان احنا وصلوا مع الدكتوره منى بكر رئيسه مركز النانو تكنولوجي، وبيكملوا بحوثهم معاها، واحنا بنحاول ان احنا نوفر لهم بالتعاون مع المراكز البحثيه المختلفه في مصر البيئه الجيده ان هم يكملوا بحوثهم ويكملوا تجاربهم، وبرضه بالتعاون مع رجال اعمال خيرين بنحاول نوفر تمويل يساعدهم في تنفيذ البحوث دي. وزي ما قلت لحضرتك احنا بنحاول نشتغل بمنهجيه علميه، عندنا كل مرحله في اليه معينه، فاحنا عندنا في المرحله دي آلية اكتشاف المواهب، وفي آلية تانية لاحتضانها، وفي برنامج هنطلقه قريبا جدا لمنح العلماء الشباب، نقدر نوفر لهم منح بحثية في أكبر الجامعات بره زي ام اي تي وهارفرد واكسفورد وجامعات بهذا. يا ريت دول يطلعوا يتعلموا بره، ده هيبقى شيء جميل. أشكرك أستاذ محمد عبود مدير جمعية عصر العلم. قبل بس ما أخد اتصالات الجمهور عايز أسألكم، يعني أنتوا العلم، يعني موضوع العلم والساينس والحاجات دي هي دي اهم حاجه في حياتكم، ولا بتلعبوا برضو، ولا بتعملوا ايه؟ يعني صراحه هو احنا لينا يوميا ربع ساعه عجل ويوم الخميس كله اوف. يعني كل يوم في ربع ساعه عجل؟ لا احنا ما بناخدهاش. ما بتاخدوهاش؟ ساعات باخدها كورس، ساعات باخدها عجل، ساعات ما باخدهاش نذاكر. طب ما بتاخدوهاش، بتعملوا ايه؟ بتتخانقوا عليها يعني مع ماما وبابا ولا ايه؟ بنذاكر واحنا قافلين بقنا. اطلع عارف تتكلم. احنا عندنا مذاكره جامده، ما هو ثانيه اعدادي ده برضو. بس تلاقيكوا شاطرين في الساينس، ايه مظبوط؟ بنجيب ايز في الساينس، ما بنجيب درجات كويسه يعني، مش كده يا محمود؟ هو انا اول على فصلي من ساعه ما فتحت المدرسه. من ساعه ما فتحت المدرسه انت الاول على الفصل، وودران
انا الاول برضو يعني اكتر مواد بتحبوها ايه؟ رياضه ماث وساينس وكده ولا ايه؟ دي اكتر مواد بتحبوها. ماث وساينس والانجليش بتحبوا دي اكتر. ماث وساينس والسوشيال ستادز يعني التاريخ والجغرافيا والمواد والمواد دي حاجات الحفظ بس حاجه بالنسبه لي سهل بالنسبه لك الحفظ. وانا بالنسبه لي كان في البدايه كانت مامتي فهماني ان كله حفظ لحد ما كل المدرسين حبوني فيه. يعني مشكلة السايس ده كنت ممكن تقول لي احفظ الديفيجن احفظ الدرس عشان هقول لك ايه في الكتاب وسمع الاسم وبعدين شوف اي حاجه. فطبعا فكان عندي مدرسين بقى حبوني شويه فيها. يعني انا كنت مهمتهم بقى ان هم كانوا بيدوني من ثالثه من قبل اخد سايس والحاجات دي فحببوني فيها من قبل ما اجي. يا اما عشان كده ده سبب تفوقي في المواد دي. عندكم اخوات تانيين ولا انتوا بس؟ لا انا هو بس. فانتوا طول النهار بتلعبوا في الحاجات دي على النت وطول. طب البلاي ستيشن اخباره ايه؟ بلاي ستيشن ما بلعبش عليه كتير. قصدي البلاي ستيشن ده احنا بنقطع عصير فيه. بتقطعوا يعني انا بخلص يعني لو اقعد بغيظ صوت لما اخلص اللعبه وهو ما خلصهاش. بس ما بيضيعش الوقت البلاي ستيشن ده؟ بصراحة هو يوم الخميس طول عمره. هو يوم ايه؟ يوم الجمعة؟ لا هو يوم الخميس. يوم الخميس باكل. طب الجمعة بنعمل ايه؟ الجمعة بنعمل ايه؟ بنذاكر برضو؟ ما هنلعب بنذاكر. حرام الجمعة. الجمعة ده يوم يعني نتوسط عند ماما وبابا ان يوم الجمعة ده ناخد اجازة. يا ريت يا ريت نتوسط السكينة. طيب انتوا خلاص اسكندرية مكتبة اسكندرية هيسفروكوا يعني؟ لا مكتبة اسكندرية اللي هيدعمونا عشان عشان نعمل خلايا شمسيه. اللي هيدعم. مين اللي هيسفركوا؟ عصر العلم. عصر العلم هيسفركوا. لو عصر العلم ما سفركوش تبقى مشكله جامده جدا. تيجوا تقولوا لنا. وطب هيسافر معاكم بابا او ماما ولا ايه؟ ايوه لازم يعني. احنا واخدين الفيزا ممنوع ان احنا نيجي من غير تسافروا من غير بابا او ماما. مظبوط كده. طب معانا اتصالات. في ناس من الجمهور عايزين يكلموكوا. نادر من اسكندريه اتفضل يا استاذ نادر. استاذه لميس ازي حضرتك؟ اهلا بيك. انا مع حضرتك نادر عدلي مدير الموارد البشريه باحدى شركات القطاع الخاص الاستثماري في اسكندريه. اهلا وسهلا. انا بشكر حضرتك جدا طبعا على الـ 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 الموقف اللي حضرتك بتظهريه ده للناس وفي الوقت اللي البلد بتمر بيه فعلا محتاجه انها تبرز الوجه المشرق للشباب. صحيح. او الاطفال. صحيح. البراعم اللي طالعه في ظل الوجه الاخر السيء اللي بيظهر في اضرابات والانتاجيه العامل المصري المنخفضه جدا. حضرتك بتلقي الضوء على جانب كويس جدا وشايف سعادتك وحضرتك او ضحكتك اللي ظاهره جدا وسعادتك بالنموذج ده وبتحاولي تبرزيه فانا بشكرك جدا عليه. وبحيي بدران وبحيي محمود على اللي هم عملوه طبعا. وايا كان هيحصلوا على جوائز كبيره او صغيره المهم ان هم عبروا عن شيء هم بيدرسوه وحبوه واظهروه. واتمنى من كل الاطفال وكل الشباب وكل عامل وكل فني وكل مصري ان هو يهتم بالجانب ده ويظهره عشان احنا محتاجين لكل ايد تنتج وتساعد هذا. أشكرك يا أستاذ نادر ونتمنى من القطاع الخاص حقيقة كل شركات القطاع الخاص الكبرى والصغرى إنها يعني غير إن يكون فيها جزء للبحث العلمي والديفلوبمنت والتطوير والبحث العلمي وده جزء مهم جدا من كل الشركات الدولية في العالم. مفيش شركة كبرت بدون البحث العلمي فلازم الجزء ده يتصرف عليه جامد. ولازم القطاع الخاص أيضا يرعى هؤلاء المواهب مش بس هنرعى الرياضة ولكن أيضا رعاية المواهب دي مسؤولية القطاع الخاص. أرجو من كل قيادات القطاع الخاص اللي أنا متأكدة أن كتير منهم بيتفرجوا علينا دلوقتي أن هم يدعموا هذه المواهب. اتصلوا بعصر العلم ويدعموا هذه المواهب. آية من الفيوم اتفضلي يا أستاذة آية. كباية بقى. آية اتفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أهلا بيكي. أنا طبعا حابة أرحب وفخورة جدا أن في ناس بيطلعوا من مصر كده يعني في المصدر ده فده طبعا هيقوي الموقف اللي احنا فيه خاصة بعد الثورة والدمار اللي حصل في مصر جميعا. وان شاء الله يعني ربنا معاكم ويوفقكم وتحاولوا تحسنوا من مصر. اشكرك. تشرفونا بالخارج كده ويرفعوا راسنا بره. اشكرك يا ايه ميرسي. محمود من القاهرة اتفضل يا محمود. مساء الخير يا استاذ لمين. مساء النور يا فندم. انا اسمي الاديب محمود النصره مدير عام نادي الصيد جد بدران ومحمود من الام.
حضرتك جد جد الشباب دول. ايوه جدي بدران. يا سلام، ده انت اكيد فخور بيهم يا استاذ محمود. وانا فخور باحفادي ان هم يقعدوا مع شخصيه اعلاميه كبيره. لا ازاي، ده انا يشرفني وجودهم معايا زي الاستاذه لميس. ويعني طبعا ده انا سعيد جدا بوجودهم معاكي. انا طبعا قولي الاول، احكي لي عليهم يا استاذ محمود، يعني انت كنت شايفهم وانت شايف احفادك الصغيرين بيكبروا، حسيت فيهم بهذا النبوغ، بحبهم للعلم من وهم صغيرين، من وهم اصغر؟ انا هقول لك حاجه يا استاذ رميس. انا اعتقد ان دي الجينات. امهم استاذه اخصائيه نساء ولاده دكتوره، وابوهم استاذ جراحه مخ واعصاب في القصر العيني، وبنتي داليا دي كانت اذكى بناتي، لدرجة ان انا كنت بقول لها انت بتضحك على كلية الطب، كانت بتذاكر قليل قوي، كانت بتنجح كويس قوي ما شاء الله. وابوهم استاذ جراحة مخ واعصاب في القصر العيني. انا اعتقد ان الولاد يعني من صغرهم طالعين واخدين الجينات الذكاء، واحنا لمسنا فيهم هذا. ورغم ان انا مدير عام لنادي صيد، لنادي رياضي، كنت اتمنى ان هم يبرزوا في الرياضة او يلعبوا رياضة، لكن لما لقيت انتماءاتهم العلمية وانتماءاتهم في ان هم يطلعوا، وهم مطلعين جدا على رغم صغر سنهم في المسائل دي، واضح. فطبعا كان لابد ان احنا نقوم بتشجيعهم يعني. ده اكيد، وارجو انكم تستمروا في تشجيع وجودهم معاكي، وعايز الحاجات دي تخرج لحي التنفيذ، يعني مش عايزين نبقى اعلام وبس وكلام. لا الحقيقه ان احنا يعني طبعا اكيد انتوا يعني اسره عاديه زي اي اسره، في النهايه لكم طاقه في دعم هذه الاشياء، لكن احنا اسره متوسطه يا فندم. مفهوم. مفهوم يعني طبعا. يعني انا اتمنى ان الدوله لما تلاقي مواهب زي كده تدعمها، رعايه طيبه وتراها رعايه جيده. لا احنا بنتمنى من الدوله ومن القطاع الخاص ومن الجمعيات الاهليه ومن كل المجتمع المدني انه يدعم هؤلاء الاطفال، مش بس محمود وبدران، ولكن اطفال كثر الحياه في مصر عباقره ولهم افكار ولهم يعني ذكاء بنلمسه منذ البدايه. هو ده رعايه الاطفال ورعايه هذه العقول، هو ده اللي هيغير مصر اذا كانت الثوره غيرت حاجات. لما يبقى في مهتمين كده زي حضرتك كده، اعتقد ان الكلمه ممكن تصل. اتمنى ذلك. اتمنى ذلك يعني مسامع المسؤولين، وان شاء الله يشرفونا يعني. ان شاء الله. المهم الولاد هيلاقوا تذاكر السفر ولا ايه يا استاذ محمود؟ لا لا يا فندم ان شاء الله. لا. لو في اي مشكله ارجوكم اتصلوا بينا تاني. لا 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 وتذاكر السفر ان شاء الله يا فندم. اشكرك وببارك لك عليهم، وربنا يحميهم لك يا رب ويحفظهم لك دايما من كل شر. طبعا شفتوا الثوره واتفرجتوا اكيد في التلفزيون، وقعدنا في المدرسه شهر كامل وحاجات كده يعني. قعدنا في المدرسه، قعدنا من المدرسه، مش قعدنا اجازه وقت الثوره شهر. لا ده السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت يعني، مش السنه اللي فاتت ده يا دوبك السنه الدراسيه اللي فاتت. السنه الدراسيه اللي فاتت. طيب انتوا رايكم ايه في الثوره؟ حضرتك انا رايي في الثوره انها ثوره جميله جدا. بس طبعا الثوره لازم يكون فيها الناس اللي يكون عملوها، والناس اللي لما يكملوا فيها ناس عندهم وطنيه واقفين في الميدان عشان فعلا هم بيحبوا مصر، مش عايزين يغيروها. مش عشان زي اي واحد كده بيحب يقف في الميدان يمكن يجوا ياخدوه وزير بعد شويه. دي اهم حاجه. انت حسيت ان كان في ناس واقفه في الميدان عشان احتمال يعني كلهم اطماع اخرى؟ بسم الله ما شاء الله دول كلهم في الوقت الحالي يعني. فبقول لحضرتك فلازم يكون الناس هيكمل فيها يكون كده. ودلوقتي احنا في وقت بناء مش في وقت ثورات، يعني مش كل جمعه يعملوا ثوره. المفروض دلوقتي وقت البناء والتشييد، ولازم يكون فيها فعلا مش اصول، الاصول تكون اصول نظيفه فيها ناس فعلا بتبني نظيفه، ناس عندها ضمير وقلب، مش زي الناس اللي زي الناس بتاعت النظام السابق، مش في النظام السابق. والثوره حضرتك تبقى ثوره جميله فعلا، بس لو ما تبعهاش ثوره اقتصاديه وثوره علمية يبقى دي مش ثورة. يا سلام، والله العظيم يعني لا فضة فوق زي ما بيقولوا. محمود انتوا لابسين ايه؟ علم مصر مش كده؟ لا وانا لابس علم مصر، هو لابس علم مصر بنو. يعني بس نفس الالوان، هل قصدين ولا هو التيشيرتات الحلوة؟ هو طلعت بالحظ. جت بالحظ بقى. قولي يا محمود رأيك ايه في الثورة؟ وحقيقة ناس مهم الكلام قدس في سات لمسائل عن سؤال عن سر نجاحه، ان هو لازم يكون واحد حسن اخلاق جدا فيه، وجد في عمله وحازم في تصرفاته، ولازم الواحد يكون بيعمل عشان هو ينجح. يعني مثلا الفقير مثلا اللي قاعد ده مستني ميراث يهبط عليه، يعني ده المفروض نقول له ايه؟ ده نقول له اتفضل يا حبيبي ميراث اهوت، مش المفروض هو كمان يروح يشتغل؟ البطاله دي المفروض مشكله نفسانيه بالنسبه لي انا، ان الواحد قاعد ومستني ان هو هيجي الحاجه. لا انت لازم انت تروح تشتغل، او انت
ده السر ان انت توقف البطاله. البطاله وصلت ل نسبه كبيره قوي من سكان مصر. احنا المفروض لازم نشتغل شويه. يعني انا سعيده بيكم جدا. يعني انا استقبلت على الترابيزه دي على هذه المائده يعني كبار القوم وقاده الاحزاب، لكن الحقيقه قد ايه انا فخوره ان شباب زيكم يكونوا معايا، وان احنا نقدم النموذج ده من اولادنا للمجتمع. انا فرحانه بيكم. لازم تتصوروا لما تروحوا الهاوس اوف كومنز وتتصوروا الصوره دي وتبعتوها لي، عشان لازم هنحاول حضرتك بس طبعا من عنده هولي كاميرات من بره، حتى الكاميرات ممنوعه من مصر، فاحنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نقنع القنصليه المصريه انها تتوسط لهم هناك بان احنا ندخل كاميرا هناك. طيب هنحاول نشوف في الموضوع ده، بس لازم هتاخدوا صور يعني هناك هيصوروكوا لازم اكيد، وانتوا بتستلموا الجائزه مش ممكن، لا هتلاقوا اكيد مصورين هناك، لما تصوروا ابعتوا لي، لازم تبعتوا لي الصوره واحنا هنتابع التطور بتاعكم. وببارك لكم طبعا على الجائزه الجميله اللي انتوا خدتوها، شرفتونا ورفعتوا راسنا، وانا سعيده جدا بيكم، واتمنى كده اشوفكم في تعليم افضل، تجي لكم منح تدرسوا بره. الصلاه اخباره ايه؟ بنصلي بقى وحاجات كده ولا مواظبين؟ و ماشي انت لسه صغير بس ماشي برضو يعني. وانا نسيت اصلي عشاء وانا ماشي. طيب معلش لما تروح بقى مفيش مشكله. برافو عليكم. انا فخوره جدا بيكم. ده نموذج من ابنائنا اللي احنا لازم نبقى فخورين بيه، ولازم الدوله والقطاع الخاص معا يتكاتفان لرعايه هذا النموذج. بدران محمد بدران ومحمود محمد بدران رايحين انجلترا الشهر القادم لتسلم جائزه بيئيه من مؤسسه جرين ابل. شرفونا ورفعوا راسنا واختراعهم عن استخدام الطاقه الشمسيه من الطاقه من النبات. خلايا شمسية من النبات. خلايا شمسية من النبات. إن شاء الله حاول أفهم برضو هذا الاختراع. أشكركم شكرا جزيلا. غدا هيكون معانا أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. سجلنا حوارنا معاه النهاردة، نشوف أجزاء من هذا الحوار. الحوار ده كان حوار شديد الأهمية، نقول لكم بعض تفاصيله، لكن نشوف جزء من الحوار ونستقبل عدد من رؤساء شركات الكهرباء وكل أسئلتكم حوالين مشاكل الكهرباء. النهاردة حلقة لكم وللمشاهدين، حلقة شعبية جدا، وحاولنا نقلل فيها جرعة السياسة. فقد شرعي لقرره الشرع السوري لا يقرره أمين عام جامعة الدول العربية. كل اللي أستطيع أن أقوله أن الخطاب الذي وجه لي من الحكومة السورية كان مكتوب عليه سر الغاية، لكن وجدته في الصحف تاني يوم. أن الخطاب الذي وجهته إليهم لم أنشره ولم أسربه للصحافة. العراق كانت قوات محاربة مش مع الشعب العراقي، الفرق كبير. في ليبيا الشعب الليبي كان بيحارب وبيطلب مساعدة، من حق أي شعب، من حق أي دولة أن يطلب مساعدة من الخارج. ده حق دفاع شرعي، اسمه حق دفاع شرعي الفردي أو الجماعي. حتى الآن لا ندري ماذا يفعل مجلس الأمن، في لجان بتعمله، ربما قريبا ستظهر الصورة، لكن دائما هناك إمكانية الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإصدار قرار عدد ضخم جدا من الدول بأن فلسطين تقبل كدولة مراقبة. ده ما فيهوش عيب كبير يعني، ان الفاتيكان كده، ان سويسرا كانت كده لغاية 2002، فألمانيا لما كانت مقسمة كان كده. واليوم تم تشكيل لجنة، أول حاجة هقولها دلوقتي ما قلتهاش قبل كده، تم تشكيل لجنة برئاسة السيد الأخضر إبراهيمي وزير خارجية الجزائر الأسبق، الذي له باع طويل في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية، وشارك بفعالية في أمور من أهم ما يمكن، منها المصالحة في لبنان في اجتماع الطائف، وهو اللي قدم تقرير ممتاز لسكرتير عام الأمم المتحدة من حوالي 10 سنوات، سنة 2000 على وقت التحديد، لتطوير عمل الأمم المتحدة وتطوير مفهوم وآليات عمليات حفظ السلام.
مشاكل الكهرباء وكل شكاوى المواطنين والجمهور اللي وصلتنا. هذه الفقرة مخصصة للمشاهدين وبناء على طلب المشاهدين، وحبينا نسمع من المسؤولين عن شركات الكهرباء هو ايه المجهود اللي موجود، الشركات بتقدم ايه، امتى الكهرباء بتقطع او امتى الكهرباء ما بتقطعش، قضية العدادات والعداد مغلق، قضية الاستهلاك، هل احنا فعلا بنستهلك الكهرباء كتيرة، طب استهلاك، طب محطات الكهرباء دي كيف تعمل، هي تعمل بالبترول فقط أم أنها تعمل أيضا بالغاز وتعمل بالطاقة الشمسية والرياح. يعني عايزين نسمع من المسؤولين عن شركات الكهرباء عما يحدث داخل هذه الشركات، ونشوف مشاكلنا أيضا، نسمع مشاكل الجمهور ومشاكلهم مع الارتفاع اللي كلنا حاسين به في أسعار الكهرباء. يكون معي في هذه الفقرة المهندس مدحت رمضان رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. المهندس أسامة عسران رئيس شركة جنوب القاهرة للكهرباء. أهلا بك. الأول أبتدي بيك باشمهندس عسران وأسألك، أنت كنت مسؤول عن ميدان التحرير مش كده؟ أيوة، كنت نائب في الفترة، كنت نائب رئيس الشركة. أيوة. طلب منكم قطع الكهرباء عن ميدان التحرير؟ أيوة، طلب في فترة، وبعدين رئيس الشركة سابق بلغ معالي الوزير الدكتور حسن يونس، قال له طلب مننا نقطع. مين اللي طلب؟ عندك معلومات؟ لا، ما يعني المعلومات هي تقريبا المحافظ القاهرة او حاجه زي كده. فهو طلب من معالي الوزير، معالي الوزير قال له لا احنا ما بنفصلش كهرباء عنك فعلا، وما فصلناش، وكنا عاملين طوارئ بصفه مستمره في المنطقه، عن ما فيش قطع تيار كهرباء. يعني كنتوا عاملين طوارئ ان المنطقه دي ما تقطعش كهرباء، ما تتقطعش عنها كهرباء حتى لو جات لكم طلبات، اي طلبات او اي حاجه، وكانت مستمره بدي تعليمات بمعالي الوزير. والله برافو عليكم، يعني انا بحييكم على هذا الموقف. باشمهندس مدحت، حضرتك كنت معانا على التليفون منذ عده ايام حول شكاوى الناس من قضيه ارتفاع الاسعار، لكن قبل ارتفاع الاسعار وهاخد كل اتصالات المتصلين حول هذه القضيه، عايز اسالك على فكره انقطاع الكهرباء. هل الكهرباء عندنا ليها مواسم؟ هل احنا عندنا استهلاك اكثر من الانتاج في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك احنا لو بصينا للسنوات السابقه والسنه وصيف 2011 تحديدا، هنلاقي في مقارنه وفي يعني فاصل كبير قوي. نتيجه طبعا 2011 ما كانش فيه انقطاعات، وكانت الامور ماشيه ومستقره، يمكن انت ساعتك حسيتي بهذا الكلام لحد كبير جدا، يعني الصيف اللي قبليه كان الصيف اللي فيه فكان في عندنا فعلا زي ما قلنا قبل كده في مشكله كانت موجوده. فطبعا احنا حلينا هذه المشاكل عن طريق خطط. انا عايز اقول لسعادتك قبل ما اخش في الحته دي، عايز اقول حاجه، عايز اقول ان قطاع الكهرباء بيخدم حوالي 27 مليون مشترك عندنا، قطاع الكهرباء على مستوى الجمهوريه 27 مليون مشترك عندي. يعني 27 مليون بيت فرد فاسم فرد. اه فرد مش بيت أسرة. يعني النهارده انا رب اسره 27 مليون أسرة. يعني كل رب ما العداد باسم واحد باسمه اللي باسمه العداد بالظبط كده حضرتك. لان 27 دول بالعكس متضاعفين، يعني بالزبط. كل عداد بالزبط. بيخدم فانا بتكلم على المشترك اللي متعاقد معايا واللي بيديني ثمن الفاتوره. طبعا قطاع الكهرباء بيتبنى استراتيجيه طويله الامد على اساس ان هو بيتعدد في توليد الطاقه، في مصادر التوليد. هو النهارده ما يقدرش يعمل توليد من الطاقه اللي هي العاديه او الطاقه المعتاده بتاعتنا اللي هي اللي هي الغاز او السولر او المساقط المائيه، كل الكلام ده موجود. لكن النهارده احنا بنتطور وبنعمل توليد من الرياح، من الشمس. احنا عندنا طاقه رياح موجوده في الزعفرانه وبتنتج طاقات بتوصل لحوالي يمكن 200 ميجا فولت امبير تقريبا او ميجا وات. عندنا طاقه الشمس، الطاقه الشمسيه 140 ميجا وات. الطاقه الشمسيه دي على فكره احنا اول دوله في الشرق الاوسط تستخدم الطاقه الشمسيه. وعلى فكره في دراسات وفي ان شاء الله زياده لهذه القيمه في العين السخنه موجوده، وان شاء الله هتتطور هذا الكلام. عايز اقول اللي احنا من برضو احنا عندنا كان خطه الاسعافيه اللي كنت ساعتك بتسالني عليها. احنا السنه اللي فاتت كان عندنا زي ما قلنا المشكله في السنه اللي قبليها. يعني ايه خطه اسعافيه الاول؟ هقول اسعافيه، هي خطه اسعافيه يعني احنا عندنا مشكله اللي هي كانت موجوده في صيف 2010. النهارده خرجنا عايزين نخش بقى نجهز نفسينا لصيف 2011. صيف 2011 ده لابد انه يعدي بسلام ويعدي باستمرار للتغذيه، عشان الناس ما تتعبش. احنا كلنا بنعمل مجهود عشان خاطر المشترك وعشان خاطر المواطن. فقلنا طيب ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا انا عندي عجز في الحته دي في الطاقه. انا عايز
2000 ميجا وات يكونوا موجودين في خلال مدة معينة. ال 2000 ميجا وات دول طب نعملهم فين؟ مركز الأحمال بتاعي اللي أنا عايزه فين؟ وهضخها في الشبكة إزاي؟ فأنا كان عندي عملنا 1500 ميجا وات في محطة الشباب وفي محطة دمياط بحوالي 12 وحدة، كل وحدة فيها بتولد 125 ميجا وات، إلى جانب طاقة الرياح، إلى جانب الطاقة ال 140 بتوع ميجا وات بتوع الطاقة الشمسية، عملنا 2430 ميجا وات في 6 شهور. خلي بال سعادتك، يعني ولدنا، استطعنا ولدنا ان احنا نولد، يعني احنا زودنا الطاقه المولده المتاحه 2430 ميجا وات خلال. طب النهارده انا في نفس التزامن ده بقى احنا شغالين خلاص ولدنا وخلاص، وهنطلع في التوقيت ده هنطلع الكلام ده للشبكه. طب الشبكه دي هتتحمل ولا مش هتتحمل؟ فطبعا لازم يكون في بالتوازي. احنا بنعمل ايه؟ انت كشركه نقل انت مطلوب تنقل الطاقه دي، هتوديها في الاماكن المختلفه على مستوى الجمهوريه، محتاج محطات محولات عشان تاخد الجهود العاليه الفائقه دي وتنزل بيها لجهود عاليه، وانا باخدها على الجهود المتوسطه عشان اوزعها على المدينه كلها. فطبعا ده كان يعني خد مننا وقت 6 شهور. المحطه اللي هي التوليد الواحده في على المستوى العالمي او في المعدل العالمي بتاخد 3 سنين، احنا عملناها في 6 شهور، الى جانب الحاجات اللي هي ايه متوازيه معاها من شبكات نقل وشركات توزيع. ويعني بصراحه ده كان مجهود، ده مجهود كبير، ده يعني بالرغم بالرغم ان الاحداث اللي كانت موجوده في البلد بعد ثوره طبعا 25 يناير والظروف اللي كنا موجوده، اللي قطاع الكهرباء الحمد لله برغم كل ده كان ملتزم وكان يعني خليت نحل الى ان وصلنا لهذه المرحله الحمد لله. عايز اقول كمان اكمل، في عندنا السنه الجايه ان شاء الله استكمالا بقى، في عندنا خطط موجوده ومشروعات لغايه سنه 2027. في عندي استاذنك ثواني بس، في عندي السنه الجايه ان شاء الله في 2012 2000 ميجا هيتضافوا جديد برضه، وفي عندي ان شاء الله في 2013 2000 تانيين جداد. في عندنا محطه ابو قير، وفي عندنا ابو قير الجديده، وفي عندنا محطه 6 اكتوبر، وفي عندنا دمياط، وفي عندنا بنها. كل ده جاهز ان شاء الله ان هو يضخ هذه الطاقه. اتفضل مهندس اسامه، هل 27 مليون مشترك بكل الكلام الجميل اللي بيقوله المهندس مدحت، امتى هيكونوا كل مصر؟ يعني 27 مليون مشترك مع دول اكيد اكتر من تقريبا كام مليون مواطن مصري؟ لا ده 27 مليون مشترك دولك احنا العدادات، العدادات، لكن كجمهوريه مصر العربيه احنا يمكن الكهرباء مغطيه 99% من مساحه جمهوريه مصر العربيه. 99% ده رقم بس ناس كتير بتشتكي ان الكهرباء ما بتوصلهاش، ان هم بيسرقوا سلك كهرباء، بيسرقوا ده سيادتك دولك اللي بنوا مخالفين او في العشوائيات. يعني دول سيادتك دولك اللي بداوا يبنوا مخالفين او في العشوائيات، لكن كهرباء واصله لجميع جمهوريه مصر العربيه بنسبه 99% المناطق بتاع جمهوريه مصر العربيه. مفيش تقنين اوضاع بالنسبه للعشوائيات بحيث ان انتوا توصلوا؟ على اعتقد بعض العشوائيات قالوا ان هم هيقننوا اوضاعهم. لا احنا وصلنا بالنسبه، احنا بدانا عملناها على مرحلتين. المرحله الاولى المنازل المخالفه اللي فيها كهرباء بدانا بيها، لانهم بياخدوا سلك كهرباء، بياخدوا سلك كهرباء، فبدانا فعلا فيها بنوفق اوضاعها دي، بنركب عداد كودي على اساس بدل ما الشرطه بتروح له او بتدي له محاضر سرقه، فالعداد ده بيعد الاستهلاك للمشترك وبنحاسبه على استهلاكه بس بايه، برقم كودي الحين ما يسوي وضعه مع المحليه. نعم ده المرحله الاولى. المرحله الثانيه دي انا هتستغرق المرحله الاولى في حدود من سنه لسنه ونص ننتهي منها. احنا بدانا في شهر 2 ان شاء الله، فان شاء الله في خلال سنه او سنه ونص بعض المناطق تخلص، في سنه وسنه ونص تخلص المرحله الاولى. طب ايه المناطق اللي انتوا ابتديتوا بيها؟ احنا الجمهوريه بحالها يعني لا بالنسبه لكم مثلا كشركه، انا في جميع مناطق محافظه الجيزه والقاهره بدانا بيه في المرحله الاولى. شركه شمال القاهره وجنوب القاهره مسؤوله فقط عن القاهره الكبرى، القاهره الكبرى والقليوبيه والجيزه. والقليوبيه والجيزه. انا هستاذنك هعمل مداخله صغيره على كلام مهندس اسامه. انا عايز اقول ان العشوائيات اللي بيتركب لها العدادات الكوديه دي الناس دي طبعا عامله تعليات وتعليات مخالفه، ودي كلها فيها مشاكل مع الوحدات المحليات والحاجات دي كلها. احنا طبعا الناس دي بتشتكي ان المباحث الكهرباء كانت بتروح تعمل لها محاضر، ومحاضر طبعا بمبالغ كبيره وكلام من هذا القبيل. فقلنا طب ليه احنا يبقى المواطن عليه ضغوط؟ طب ما احنا نقنن الوضع ازاي؟ النهارده انا مش هعمل عداد باسمك، لكن هديك عداد كودي يركب.
تستهلك كهربته، لانه اول ما بقى العداد باسمه خلاص البيت بقى. ما انا هكمل لحضرتك. هو طبعا بيدفع الكلام ده وبيجي، انا باخد ثمن الكهرباء اللي بيستهلكها زيه زي حضرتك بالظبط، ما بياخدش منه مليم زياده. الاستهلاك اللي بيستهلكه انا قلت حطيت عداد حكم بينه وبينك. انت خدت ب 10 كيلو، خدت 20، خدت 100، تمام. النهارده بقى لو انت قننت وضعك مع المحليات وجبت لي الموافقات، بيجي بعمل ايه؟ تعديل للداتا او البيانات بتاعته بدون ما يدفع ولا مليم. يعني على سبيل المثال، معلش انا هقول على سبيل المثال شمال القاهره، انا معايا بيان. احنا عندنا في شمال القاهره اللي تقدم للطلبات الفرعيه دي 367,602 على مستوى شركه شمال القاهره. احنا نفذنا منها حضرتك لغايه الان ما تم تنفيذه 57,300 سوري، في اللي تسدد منهم مؤيسات دفعت يعني حوالي 101,422 اللي تسدد من العدد ده اللي دفع من 367,602 اتسدد حضرتك 101,422 نفذنا منهم وركبناهم بالفعل ووصلوا وبنتعامل معاهم ونقراهم 57,329 بنسبه حوالي 65%. في مناطق ايه تقريبا اللي عندنا؟ في مناطق المرج، في مناطق في الخنكه، في المطريه، في عزبه النخل، في كل المناطق اللي هي فيها عشوائيات وكده. طيب وشبرا والساحل والمناطق دي مخلفات كتيره جدا بعد الثوره. ايوه طبعا، مخلفات بناء، مخلفات اراضي، كل الكلام ده عندكم يعني. هل ايضا كل هذه المخلفات هتعملوا لها كهرباء، هتوصلوا لها كهرباء، ولا هنعمل ايه؟ لا، بالنسبه للمخلفات احنا بادئين، بقول لسيادتك بنوصل دلوقتي للمخلفات اللي هي الناس اللي بنت الادوار مخلفه واللي بتستمد تيار كهربائي دلوقتي. اما اللي ما بنى في ارض زراعيه او بنى في اي منطقه تانية لسه احنا بنقول دي مرحله تانية، بنشوف لما نخلص المرحله الاولى هنوصل للمناطق اللي هي اصلا مستمده تيار كهربائي. طب بس هل المخلفات دي، ما احنا كده بنقنن هذه المخلفات يعني. لا، هي المشكله دايما بتبقى هنوصل للمخالف ازاي؟ لكن المخالف خلاص اللي هو يعني سكن وبقاله سنوات. أيوة. هنضطر نوصل. انا استاذ سعادتك، احنا برضو هو لما قلنا جزئيتين ان ده عقارات او يعني شو قائمه خلاص، هي قائمه على الوضع الحالي، فانا بديها بالعداد الكودي مش مقنن. الحي النهارده لو جه قال لي انا هذه لي الشقه دي، انا بشيل العداد ده، بشيل العداد وامشي، مفيش مشكله. ما هو العداد الكودي كده. الناحيه الثانيه العقارات اللي هي لسه بقى مبنيه وما فيهاش كهرباء خالص وما فيهاش توصيلات خالص، انا ماليش تعامل معاها، لان الحي لازم يقنن. افرض وقعت على حد، افرض انا ما اعرفش ظروفها ايه. دي بقى سعادتك دي الحي اللي بيقول يديني موافقه رسمي اسمها مطابقه، ان دي مطابق لما هو جاء بالرخصة أو إذا كان بيقننها بأي وضع ويديني موافقة بيها. من غير الموافقة دي أنا ما وصلوش. مشروعات ابني بيتك ومشروعات الإسكان المنخفض الدخل وكده دايما بيشتكوا إن المرافق ما بتوصل لهمش، وضمن هذه المرافق الكهرباء. لا. تبع مين ابني بيتك؟ ابني بيتك بالنسبة لأكتوبر تبعي. طيب. عندهم مشاكل إن كتير من الكهرباء بتوصل لهم؟ لا، وصلنا المرحلة الأولى، تم توصيلها المرحلة الأولى اللي هي 82 فدان، تم توصيل كهرباء فيها بالكامل 15/10. والمرحلة الثانية برضو فيها كهرباء، وهتوصل ل 30/10 بالنسبة لإنارة الشوارع وكلها، لكن فيها كهرباء للمساكن والأهالي ممكن بيتم التوصيل لهم كهرباء. يعني جميع المراحل، الثلاث مراحل الأولانيين يعتبر شبه كاملين جاهزين لأي إطلاق تيار كهرباء فيهم. طيب والمراحل اللي بعد كده؟ المراحل اللي بعد كده شغالين فيها على 30/11 او 30/12 يكون فيها الكهرباء. برضه الدوله بتطرح قطع اراضي، يعني كان في طرح اسكان بالقرعه، الاسكان الاجتماعي ابتدى اعتقد. العائلي ده. هنعمل ايه؟ هل الاماكن دي اللي في المدن الجديده، قطع الارض اللي في المدن الجديده دي هتوصل لها المرافق، توصل لها الكهرباء، ولا هنعمل ايه؟ تبقى عن طريق المجتمعات المرنيه. دي سعادتك بيبقى في لجان وفي دراسات مشتركه ولتوفير هذه الكلام، وبيبقى في شك موجودة على الهيئة المجتمعات انها توفره بناء على طلبات، وبيتم توفيره الاول وبيشتغل، وبناء عليه اللي بياخد الارض بياخدها مرفقة على اساس انه المفروض دي مرفقة، خلاص دفعت فلوسها خلاص. بتعملوا ايه في المحلات التجارية اللي طول النهار والليل وفي عز الثورة مولعة الانوار، يجي يفتح محل مثلا نفاجئ ان هو مولع اناديل وعيدان كهرباء وكده يعني؟ هو حضرتك لو هو كل الكلام ده كله من خارج العداد، في مباحث كهرباء بتروح وبتعدي عليه وبحمله معنا كمان فنيه معاه، وبتعمل له اجراء فوري بعمل محضر ومخالفه وكلام من هذا القبيل، ما بنسيبوش. العدادات بقى، انواع العدادات الموجوده ايه باشمهندس اسامه؟
العداد الكودي وفي العداد الالكتروني لا الكودي والعادي ده مسمى ايه بقى دلوقتي انواع العدادات الجديده لا في عداد الميكانيكي القديم وفي عداد الكتروني وفي عداد مسبوق الدفع. عندكم كام محصل كهرباء في الشركه؟ عند كشاف ومحصل انا عندي كشاف ومحصل 3500 واحد على جنوب القاهره. على جنوب القاهره دول كفايه ولا يعني يعتبر محتاجين نزود شويه عشان وشمال القاهره يعني تقريبا في الحدود دي. بس انا هقول لسعادتك على حاجه. هو دلوقتي احنا طبعا اساس اللقاء ده عشان الشكاوي. طبعا وهنسمع الشكاوي كلها بعد الفاصل. فانا عايز اقول لسعادتك قبل ما تطلع الفاصل بس احنا دلوقتي عاملين خطط او عاملين في تطور. احنا دايما نحب التطوير يعني. فمن ضمن التطوير في حاجه اسمه سمارت ميتر. سمارت ميتر العداد يعني ايه؟ يعني النهارده انا بركب عداد عند حضرتك وما بعتلكيش كشاف. انا بقرا العداد وباخد القيمه بتاعته من عندك. من عندي. في عندي سيرفر عندي وبجمع كل الداتا دي موجوده عندي وبقراها وما بتحبكيش ولا تبحد. وبجرد ان انا في نفس ذات الشهر بروح اديك الفاتوره بتاعت سعادتك في ذات الشهر، لكن ما باجيش بقى بعديها بشهرين او بتاع، لا هي على طول. قلقان انا بقى من السمارت ميتر ده. ليه؟ لانه بصراحه قلقانه شاكه بصراحه. لان حضرتك انا لسه مش شغلناهوش لسه. تجربه كل حاجات البطاقه الذكيه والبطاقه والقريه الذكيه وكده انا بزهق بتعب من الموضوع. لا 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 لا, 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 لا وكمان إيه. وكمان الموضوع فيه قلق لانه اذا كان بالكشاف لما بيجي الكشاف ويجي يبص على العداد عندنا مشاكل وعندنا خلافات في القراءه. احنا لما بنخرج العنصر البشري معلش لما هو بيتاخر فيه بيكون هناك الخطا اكتر العنصر البشري. لكن النهارده لما بخليه الي لا مش الي انا هو ده مجرد ده سعادتك الارياب بتيجي عن طريق شبكه احنا عاملينها وبتيجي كل الداتا دي كلها على السيرفر اللي موجود عندي وبياخد الداتا وبتاعه وبيطلع بعد كده بيها الاتصالات. ما بيخشش فيها عنصر بشري لا انا قريت غلط ولا انا جيت سعادتك من الكيش ولا العداد من جوه ولا العداد من بره ولا حاجه. وده سيستم ان شاء الله ربنا يوفق وهنمشي عليه ان شاء الله. بس طبعا على الخطه دي على المدى البعيد يعني. على المدى البعيد عشان الناس هتسمع عن سمارت ميتر ان شاء الله. طيب هنخرج فاصل وبعد الفاصل كل تليفوناتكم للاساتذه رؤساء شركات الكهرباء هم جايين بصدر رحب ليستمعوا لكل شكاواكم وياخدوا بيها ملاحظات وان شاء الله كل الشكاوى يتم محلها بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد وحارة بعض الرسائل واخد بعض الاتصالات. رشا من رشا بعتلنا على الفيسبوك بتقول يا جماعه انتوا بتطالبوا الناس بترشيد الكهرباء لكن اعمده النور طول النهار بتبقى مولعه وبالليل بتطفي. سعادتك اعمده الاناره دي تبع المحليات والمحليات والاحياء هي المسؤوله عن انارتها وصيانتها. ما تتباعش شركات الكهرباء. ايوه طب وبعدين انتوا مش ممكن تكلموا المحليات في القصه لا دي؟ لا هو حضرتك لو في شكوى او حد اتصل او بتاع طبعا بتتصل برؤساء الاحياء ونبلغهم. احنا فعلا بنمشي في الشوارع كتير نلاقي الدنيا منوره الصبح. حضرتك لو في حد عنده في شكوى في نطاق الشركتين يتصل اذا كان جنوب او شمال. وعلى فكره بعد اذنك انا هبلغ رقم الكنترول عندي 22 72 4409 22 72 4409 ده شكاوى شمال القاهره. ده كنترول عندي. كنترول وشكاوى شمال القاهره او 121 او 121 121 او 121 121 دي ما بتردش عليك لا خالص لا على الاطلاق. او خد 25 25 بناخد بعد اتصالات 7 3 6 12 ده جنوب بقى جنوب 22 5. يبقى خلينا نضع النمرتين دول على الشاشه يا جماعه لو سمحتوا 22 72 4409 ده شمال القاهره جنوب القاهره 22 5 7 3 6 12. ممدوح من القاهره اتفضل يا ممدوح. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم اتفضل. اسمحي لي في البدايه بس احيي حضرتك وفريق الاعداد على هذا البرنامج العظيم. اشكرك ربنا يخليك. واوجه شكري ليكي يا فندم. وبوجه سؤال للاساتذه الموجودين، ايه سبب ارتفاع سعر تركيب العداد الميكانيكي من 300 جنيه الى 3000 جنيه؟ تمام. طبعا ارتفاع غير طبيعي. انا قدمت في مدينه بدر الاسبوع اللي فات قالوا لي ان سعر العداد زاد من 300 جنيه اصبح 3000 جنيه. حاضر يا استاذ ممدوح شكرا. دعاء من القاهره اتفضلي يا دعاء. هناخد الاسئله ونرد عليها بعدين. ماشي. دعاء اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. لو سمحتي كنت عاوزه اكلم المهندس اسامه عسران. اسامه مهندس اسامه أيوة. موجوده واتفضلي. ايوه يا استاذ اسامه معلش احنا لينا شكوى بقى من الاداره او التعيينات بمعنى اصح يعني احنا ابناء عاملين.
ومفيش اي رد خالص. يعني انا مقدمه في شهر 5 وكل كل ما نروح نسال اصل احنا في شهر 3 اصل احنا في شهر 2. طيب. شكوى من ابناء العاملين والتعيينات. حاضر يا دعاء. فتح الله من القاهره اتفضل يا فتح الله. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. مساء الخير يا مدام. مساء الفل اتفضل. انا عايز اكلم الساده الاثنين اللي قاعدين معاكي. اتفضل يا فندم. بس دلوقتي الفواتير بتجيلنا دلوقتي فوق ال 1000 جنيه وبندفعها كل شهر. فجاه جالي الفاتوره 1000 جنيه. بعد اسبوع جاي لي النهارده قلت له خلاص خد 500 يبقى لك 500. لا ازاي تروح الشركه وتقف في الطابور وتيجي وتعمل وكلام من ده وبتاع. عنوان منين يا استاذ فتح الله؟ عنوانك فين يا استاذ فتح؟ اتكلم لو سمحت. منين حضرتك عنوانك؟ انا من القاهره من الهرم. فين في الهرم؟ في الهرم. فين؟ شارع الهرم. اول شارع الهرم. ماشي. قبل النساجون الشرقيون. ماشي. بس اول شارع الهرم تمام؟ والنهارده كان عندي هو جايب لي 980 جنيه من اسبوع. وانا بدفع كل شهر فاتوره بتيجي بدفعها كل شهر تمام. فجاه قال لي دي متاخرات ودي مش عارف انت بتحوش لي عندك متاخرات بتاعت ايه؟ من العداد عندك بره وبتيجي تفتح وبتاخده وبتشوف وبتاخد فلوسك تمام. طب الاسم كامل ايه عشان طب اسم حضرتك يا استاذ فتح الله. استاذ فتح الله اسم حضرتك عشان هو بياخد الشكوى دلوقتي الاستاذ هاشم. هاشم محمد حسن. فتح الله. هاشم محمد حسن. هاشم محمد. طيب يا استاذ فتح حب الغد. طيب يا فندم ماشي. طيب خلاص هو شكوتك عند الاستاذ عصران وهيرد على حضرتك ان شاء الله. طيب مين معانا؟ عثمان. استاذ عثمان علام اتفضل يا استاذ عثمان. استاذ عثمان اتفضل. طيب مش معانا. الو. ايوه ايوه مين معايا؟ الو مساء الخير. مساء الفل. مين معانا؟ مدام ايمان من القاهره. اهلا يا استاذه ايمان اتفضلي. والله بصي يا مدام لميس زي حضرتك الاول. اهلا. احنا جات لنا فاتوره غريبه الشكل. ايوه. وقدراتي بقى العقليه مش فاهماها الصراحه. قولي لي الفاتوره يا استاذه ايمان. قيمه الاستهلاك 1215. تمام. رصيد اقساط 200 جنيه. دفعات تخصم 233. وفي الاخر الفاتوره 1021 جنيه على الرغم ان انا بدفع كل شهر. دي انت في ساكنه فين يا ايمان؟ في النزهه الجديده. النزهه الجديده دي تبع ايه؟ تبع شمال. شمال. عين شمس. طيب انا هستاذن حضرتك. قيمه يعني دلوقتي انا عندي الكيلو وات مستهلكه 3469 معناها ان الكيلو ب 40 قرش. يعني هو حسب الكيلو ب 40 قرش، كان المصانع الكيلو بقى حاجه و20 قرش. احنا بنتحسب 40 قرش. طب انا هستاذنك. انا عايزاه يفهمني تفقيطه الفاتوره. يا مدام ايمان، يا مدام ايمان أدل. بعد اذنك لو امكن حضرتك بكرة الساعة 1:30 تجيب الفاتورة بتاعت حضرتك. أيوة. وتقابليني شخصيا في مدينة نصر مقر الشركة. هنطلع على الشكوى بتاعت حضرتك وطبعا لو في حق عدى حضرتك هتاخديه وانت قاعدة. متشكرة جدا. تحت امر حضرتك. مين معانا؟ احمد. من احمد منين؟ طنطا. اتفضل يا استاذ احمد. انا من كفر. استاذ اليمين. ايوه منين حضرتك؟ حضرتك انا من كفر زيك. اهلا وسهلا. هو طبعا ده خارج نطاق الاساتذه لكن اتفضل. انا دلوقتي حضرتك احنا غلبنا يعني انا حضرتك الفواتير انا بشكر حضرتك وبشكر الساده المضيفين اللي انت حضرتك ضيفهم في البرنامج بتاعك. بس حضرتك دلوقتي احنا غلبنا مفيش حد بيسمع لنا هنا في كفر الزيات. ايوه. فدلوقتي حضرتك لا فيش كشاف بيمر على البيوت عشان يرى العدادات والفواتير بتجيلني. يعني احنا انا راجل لو مؤاخذه مع احترامي لسيادتك انا راجل فلاح. طيب ماشي. فحضرتك لا فيه كشاف بمر ولا فيه رقابه من مباحث الكهرباء ولا فيه رقابه من اي حاجه من اي جهه مسؤوله. طيب يا استاذ احمد. عثمان. استاذ عثمان علام اتفضل يا استاذ عثمان. ايوه مساء الخير يا مدام. مساء النور يا استاذ عثمان. اهلا بس على المهندس مدحت المهندس اسامه عصران. اهلا بيك. كنت عايز بس انا المهندس اسامه عصران انا كنت عايز بس اكلمه في موضوع الكارت المدفوع مقدما اللي هو تم تطبيقه في بعض مدن الجيزه. ايوه. هذا المشروع كان مشروع طموح وكويس الى ان هو اثبت فشله والشركه لا هي مشيت فيه كويس بشكل صحيح ولا هي اوقفته وناس كثيرة جدا اشتكت من هذا الموضوع. واحنا يعني انا يمكن كان في شكاوى كثيرة جدا جدا جات وانا توكلت بها المهندس سامي عصران ولكنه لا رد ولا في اي حاجة تم اصلاح هذا الموضوع. دي نقطة. النقطة الثانية ان معظم المشاكل اللي بتحصل سيرة الكهرباء او العدادات اللي هي مكشوفة او المحولات كلها موجودة في الجيزة.
لا بسمحت جيت امتى يا استاذ عثمان؟ جيت امتى للاستاذ باشمهندس اسامه؟ باشمهندس اسامه ولا ده بيرد على تليفوناته ولا بيتوجه يا الله انت لا انت لا كده يعني بيقول جه ممكن ما يكونش بيرد على التليفون يعني لو تليفونات كتيره بس حضرتك جيت له امتى وقال لي في مشكله فين؟ يا مدام لميس بعد اذن حضرتك احنا شغالين في الحق الصحفي وبتبعت لي شكاوى كتير جدا جدا وهو ما بيردش عليها خالص وانا كنت كلمت مع الوزير في هذا الصدد وبرضه ما فيش امتى اشتكي يعني طيب ايه الشكاوى اللي عند حضرتك الشكاوى اللي عندي عشان نرد عليها انا بس في مساله شكاوى هي موجوده اولا في محاولات كتيره جدا جدا في ناس هو دخل بقى في حته ثانيه موضوع الكارت المدفوع ده مشروع اثبت فشله واحنا مش لاقيين اي رد من المهندس اسامه فيا ريت هو يعني هيرد لنا دلوقتي على الامور يعني قضيه الكارت المدفوع دي القضيه الاساسيه لا للاسف هو بيتكلم بيقول لك مشروع اثبت فشله احنا بدانا في شركه جنوب القاهره بقالنا سنه وعندنا ركبنا 20,000 مشترك طبعا ال 20,000 مشترك بتحصل بعض المشاكل فاي عداد بيركب لازم بيحصل فيه مشاكل لكن مفيش مشكلة ملهاش حل ولما بتجينا مشكلة بتتحل لكن مفيش هو ما اتصلش أو اتصل أو في عنده مشكلة إيه عشان نحلها طيب خلينا نرد على بعض الشكاوى وبعدين نكمل استقبال الاتصالات نتكلم على إيه على سعر تركيب العداد الميكانيكي اللي ارتفع لثلاث دلوقتي لا حضرتك بصي طبعا مدينة بدر هي بتتبع شركة القناة لكن أنا هجاوب لسعادتك على السؤال هو طبعا إحنا عندنا العداد مش ب 3000 جنيه ولا حاجة مدينة بدر دي من ضمن المدن اللي بتتبع هيئة المجتمعات العمرانية زي 6 أكتوبر وزي العبور وزي القاهرة الجديدة كل شقة من الشقق ديت بتبقى محدد ليها كيلو وات أو كيلو فولت أمبير ليها يعني كل 100 متر يقول لك ليه 6 كيلو يبقى انا بركب العداد على قد ال 6 كيلو فقط تمام لما انا النهارده اقول لا انا مش عايز العداد ال 6 كيلو انا عايز 16 كيلو يبقى 16 كيلو دول يبقى في فرق بتسعه تدفع ثمنهم لان هو النهارده المجتمعات العمرانيه محاسباني على سعر بتاع ال 6 كيلو بتوعك بس خد عداد على قدك انت عايز تكبر عايز تكبر عداد وعايز تزود مكيفات وعايز حقك بس في نفس الوقت ده مقابل ايه؟ ان انا بزود لك بقى الشبكه، بغير كابل، بغير كفريه. بس يوصل العداد ل 3000 جنيه؟ لا مش قيمه التمن. انا ما بقولش 3000 جنيه، انا بتكلم على سبيل المثال ما بتوصلش 3000 جنيه، لكن انا بقول النهارده لما بيكون في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده والمدن اللي خاصه بيها ليها حساب على اساس ان كل واحد ليه سعه معينه او ليه قدره معينه بياخدها. يعني اللي هو مثلا عايز 3 واط ولا قصدي 3 فاز 3 فاز لكن بيتختم هو عنده العداد ال10 وعنده العداد ال40 العداد ال40 ده يشيل تكييفين لما تركبه لا واكيد كلفه التوصيل للمجتمعات البعيده أكتر. بتبقى اكتر من كلفه التوصيل بالظبط فطبعا هي ده برضه 3000 جنيه كتير لما انا ما اقدرش اجزم ان هم مين طلبوا 3000 ولا هو بيقول 3000 لان هي مش تبعي هي تبع شركه القناه باشمهندس اسامه موضوع ابناء العاملين اللي قالت عليه الاستاذه دعاء تجيني بكره اشوفها ان شاء الله الموضوع بتاعها هل انتوا بتعينوا ابناء العاملين لا ولا ده حسب احتياجات الشركه بيتم امتحانات ومواعيد امتحانات وبيمتحن من ابناء الشركه وخارج ابناء الشركه طيب مشاكل الفواتير ايوه المشكله اللي قالت عليها الاستاذه ايمان اللي الفاتوره لوغاريتم بصراحه بالنسبه لها يعني بص حضرتك بالنسبه للفواتير احنا عندنا النهارده انماط استهلاك عشان نبقى متفقين اولا الفاتوره اللي بتتكلم هي او اي يعني الفاتوره اللي موجوده اللي جات لهم الشهر ده دي فاتوره شهر 8 شهر 8 ده كان صيف وكان رمضان يعني كلنا قاعدين في تكييف ما بنطقش نقط الحر من غير تكييف قاعدين قدام التلفزيون قاعدين في كمبيوتر في ريسيفر في 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 احمال كتير قوي في اضاءه بس ان الفاتوره تبقى تقريبا 2000 أو 3000 هقول لسعادتك على حاجه مش 2000 ولا 3 النهارده انا لو عندي تكييف على سبيل المثال لو انا عندي تكييف 3 حصان ايوه 3 حصان ده في الصيف او في شهر رمضان انا مش هطاقه في الحر هشغله في المتوسط كام انا مش هقول 24 ساعه ومش هقول 12 متوسط 10 ساعات ال10 ساعات دول يعملوا 30 كيلو في اليوم يبقى في الشهر بكام ب 900 كيلو 900 كيلو دفع عليهم بقى الاناره ودفع عليهم الريسيفر دفع عليهم الفول اوتوماتيك دفع عليهم السخان بس برضو الارقام الشهر ده انا حضرتك انا هقول لسعادتك على حاجه حضرتك انا هقول لك ارقام سريعا كده عشان ما نضيعش وقت حضرتك احنا عندنا الشرايح اللي سعادتك بنتكلم عليها احنا عندنا من 50 كيلو
الأولانية دي بخمسة سنين خمس قروش من 51 ل 200 ب 11 قرش من 201 ل 350 ب 16 قرش من 351 ل 650 كيلو وده اللي يعني ب 24 قرش لما بيكون 651 بيوصل ل 1000 ب 39 قرش طب النهارده انا كيلو الوات ساعه بقى للناس اللي بتتكلم بتقول انا من النهارده انا مش بكلف الانتاج اللي بدل والطاقه اللي تجيبها دي ده الثمن الحي للكهرباء ولا الكهرباء مش مدعومه ده دعم ده دعم يعني اللي واخد بشيلن واللي واخد ب 11 واللي واخد ب 16 وال 24 دعم عارف انا مدك الكهرباء دي بكام الكيلو وات ساعه الواحد بكلفت كام 28 قرش متوسط سعره 28 وبالتالي اللي مرفوع اللي متشال عنه الدعم هو اللي بيستهلك اعلى لا ده كله بيستفيد من الدعم كله بيستفيد لان في الشرايح الاولانيه لا في الشرايح الاولانيه كله بيستفيد كله بيستفيد النهارده عارف انا بدفع انا كقطاع كهرباء كام دعم لانماط الاستهلاكات 9 مليار 745 مليون جنيه سنوي عشان الشرايح دي قضيه الكارت المدفوع مقدما اللي الاستاذ عثمان قال لك انه مشروع فشل هو ايه حكايه الكارت المدفوع اللي هو كارت الشحن شحن ده بيشحن واحد بيشحن استهلاك يعني ناخد باقي التليفونات على طول من واحد بيشحن باستهلاكه ده هو بيعرف استهلاكاته بيشحن بيها وهيستهلك ب 50 جنيه بيروح بيشحن ب 50 جنيه هيستهلك ب 100 بيروح يشحن ب 100 طب ليه الناس شايفه ان هو مشروع فاشل؟ يعني انا اول مره حد يكلمني في مشروع في مشاكل في ما فيش لا انا بقول لها عندنا 20,000 مشترك اول حالات بس المشروع في اوله بيبقى برضه ممكن في ناس مش متعوده عليه انا مش متعود على الكارت متعود يعني بروح عشان بروح اشحن طيب في سؤال هنا برضو امتى من حق الشركه قطع التيار عن المواطن طبقا للائحه من الاستاذ احمد عبيد امتى من حق الشركه تقطع عليك الكهرباء لما يقعد شهرين ما يدفعش شهرين تقطع عليك الكهرباء بنقدر نقسط لا هو بصي حضرتك انا قسط لو مبالغ كبيره ولما مبلغ كبير ايوه لما بنعلى عن 1000 جنيه ممكن الناس ما تقدرش تدفع يعني طب النهارده هقول لحضرتك لو انا 1000 جنيه زي ما بيقول لو ال 1000 جنيه دي النهارده السهر ده انا ما دفعتهاش طيب هقسطها لك هتبقى 500 ما انت هتيجي الشهر اللي بعده تدفع 1500 طب ما انا مش لازم اقسطها على شهرين اقسطها على ثلاثه دي وانا النهارده التزاماتي بتقسط على قد ايه حضرتك ما أنا... لا يعني اعلى اعلى معدل تقسيط قد ايه اقسط 6 اشهر 6 شهور طيب بس مش 1000 جنيه تقسط على 6 اشهر لا انا بتكلم على انه في ناس ممكن فجاه ما تقدرش تدفع فاتوره ايوه ما فيش مشكله احنا بنتعاون معاهم ما فيش مشكله يعني عايز اعدك انا احنا برغم كل الكلام اللي انا قلته لسعادتك والاسعار اللي قلتها لك والدعم اللي احنا قلناه احنا الكهرباء ما زادتش من 2008 لغايه 2011 يعني ثلاث سنين ما زودناش مليم ومتحملين كل هذه الاعباء وما بنقولش لا نجلاء من القاهره اتفضلي يا نجلاء الو ايوه مش ازي حضرتك اهلا بيك ازيك اتفضلي حضرتك انا كنت عايزه اتكلم بخصوص تيجي وتزورها مباحث الكهرباء ايوه بتبقى مباحث يعني غرامات عاليه جدا اقل حاجه تقريبا بتجي لنا 500 جنيه ساكنه فين؟ انت ساكنه فين يا نجلاء؟ في حدائق المعادي الشرقيه الناحيه الشرقيه حدائق المعادي دي تبع ايه شمال؟ تبع الجنوب تبع الجنوب ايه مشكلتك؟ حضرتك احنا دلوقتي انا نقلت في عماره جديده بقالي سنه بتجي لنا ما اعرفش بقى هي مخالفه ولا ايه الصراحه انا مش عارفه بس صاحب العماره بيقول انه مقدم في الكهرباء من 2005 وورانا اصابات كده دلوقتي بتجي لنا المباحث الكهرباء لحد دلوقتي ما دخلتش وبتجي لنا المباحث كل شهر او شهرين يدونا 500 جنيه غرامه واحنا برضو على قد كده يعني برضو الدنيا مش اللي هي كل شهر ادفع 500 جنيه او كل شهرين حرام يعني كتير ما دي اللي هنركبه العدادات الان استاذنك انا هرد على الجزئيه طيب. بعد اذنك حضرتك دي واضح انها ساكنه في عماره مخالفه وما فيهاش تيار وهم مدين اسلاك وبياخدوا كهرباء بطريقه غير قانونيه وبالتالي بيحصل ان مباحث الكهرباء بتطلع له انت طبعا بتسرق كهرباء بدون عداد فطبعا لازم يكون ما بيدفعش هنا بقى ثمن الكهرباء بس ده بيدفع ثمن الكهرباء وبيدفع مخالفه كمان ممكن توصل لضعف الاستهلاك بتاعه طب يعملوا ايه بقى لازم صاحب العماره يقنن الاوضاع دي مشكلتها مع صاحب العماره دي مشكلتها مع صاحب العماره مصطفى من القاهره اتفضل يا مصطفى الو ايوه اتفضل يا استاذ مصطفى مساء الخير يا فندم مساء النور اهلا بيك انا بس سمعت حضرتك دلوقتي هو بيقول ان بيقطعوا الكهرباء عن البيوت لو قعدوا شهرين طب أيوة. المصانع بيقطعوا الكهرباء عنها لو قعدت قد ايه الايه يا فندم المصانع لو قعد قد ايه المصانع شهرين برضو يا استاذ مصطفى قولي بقى لحضرتك اللي قاعدين معاكي انا مصنعي في العبور وبعت شكوى للوزير الكهرباء بعت شكوى للرئيس الوزراء والمجلس العسكري والشمال القاهره
كهرباء شمال قاطعين عني التيار من يوم 15 لغايه النهارده، وانا معايا فاتوره معايا مسدد فاتوره شهر 9. طب مصنع ايه يا استاذ مصطفى حضرتك؟ انا مصنع اجبان وعصاير وكربونيت بافريد. ده انت ما تستحملش ان انت تقطع عليك كهرباء. انا عندي 180 واحد اتشردوا وكانوا واقفين النهارده قدام شركه الكهرباء. واحد اسمه محمد عبد العظيم طرد الناس ومشاها، راحوا له امبارح برضه لمحمد عبد العظيم ده في شمال القاهره وطردهم ومشاهم وقال لهم انا مش مرجع، ادفعوا لي فلوس مقدم. طب خليك معايا يا استاذ مصطفى، انا هخلي باشمهندس مدحت يرد عليك. بص حضرتك عشان انت طبعا انت انا اول مره اسمع الشكوى من حضرتك وما اعرفش تفاصيل، لو سمحت لي بعد اذن حضرتك انا سمعتك اسمعني لو سمحت. الحل عندكم لو سمحت اسمعني. سمعتك باشمهندس مدحت هيرد عليك. حضرتك شكوتك تيجي لي بيها بكره، لو ليك حق هتاخده فورا، مالكش حق هقول لك مالكش حق ليه يا فندم. اكيد بص حضرتك معلش، الكهرباء اتقطعت عليا مرتين الشهر ده. حضرتك اتقطعت لان اكيد في يا استاذنا الفاضل احنا في حوار دلوقتي، معلش احنا دلوقتي من دلوقتي للصبح 11 الصبح تعالى لي هات الايصالات اللي معاك وانا تحت امرك. اي ايصالات اذا كان انا انتوا واقفين حالي وانا لا 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 انت سعادتك مش بتقول دافع وبني ادم قاعد عندك في هناك في سعادتك، بس بتقول غلط. بس بعد اذن حضرتك انت مش بتقول انت دافع؟ انت مش بتقول انت دافع؟ تعالى وريني ايصالاتك واقعد ونبحث المشكله. ايه المشكله يعني؟ قلت لك لو ليك حق هتاخده، مالكش حق. اقول لك مالكش حق ليه؟ وبعدين حضرتك انت مش بتنتج وبتقول، حضرتك مش بتنتج وبتبيع بعد اذن حضرتك، حضرتك بتنتج وبتبيع. طب ما تديني حقي، ما انا مديك كهرباء انتجت بيها وبعت بيها وكسبت. طب ما تدفع ثمن الكهرباء بتاعتي. اسمعني اللي بقوله حضرتك، ولا تاخد فلوس الكهرباء بتاعتي شغاله لحسابك لا بص حضرتك احنا تحت امرك، احنا تحت امرك، تعالى ونبحث شكوه حضرتك واهلا وسهلا بيك بدون تجريح. طب نسمع بس يا استاذ، انتوا فرضين عليا رسوم اساسا زياده وانا يا سيد الفاضل حضرتك بتتكلم في اشياء وفي حاجات انا مش قدامي. استاذ مصطفى تعالى لي عشان ابص في سعادتك في كل الشكوى بتاعتك ونفحصها مظبوط ونشوف الكلام بتاع سعادتك، لو مظبوط احنا تحت امرك، مش مظبوط هنقول لك مش مظبوط. اجي لك فين تعالى لي جنبي اسمي اول مدينه نصر. طب ما انا كانوا عندي 3 محامين النهارده راحوا. يا سيد الفاضل طب حضرتك يا استاذ مصطفى حضرتك هتقابل باشمهندس مدحت بكره الساعه كام يا باشمهندس؟ الساعه 11 يجي. الساعه 11 حضرتك تجي تروح له المكتب وهتنهي هذه المشكله ويكون معاك الايصالات بتاعه المصنع اللي هي بتدل على انه سدد بالظبط. طيب. كده حضرتك اشكرك استاذ مصطفى. التظلمات بتعملوا فيها ايه يعني دلوقتي؟ هذا المتصل الكريم لو هو عنده حق وانتوا قطعتوا عليه الكهرباء لسبب وهو كان دافع ومسدد والكلام ده مستحيل. انت معلش النهارده انا ايصال حصلته ودخل خزنتي وخلاص ماليش ايصالات عنده، هقطع عنه الكهرباء ليه؟ ازاي بقى لي حق؟ طيب لو في تظلمات ولو هناك خطا ممكن يحصل خطا بتعملوا ايه؟ بترد ترجعوا للناس؟ بنرجع الناس سعادتك. بصي مش مجرد عمركم رجعتوا للناس؟ لا بنرجع على طول. وانا رجعت وبعد اذن حضرتك اللي بيحصل ايه النهارده لما بيجي لواحد ليه شكوى وبيجيب فاتورته او اذا كانش دفع فاتورته مش شرط يدفع كمان، مجرد ما يجي له الكعب او ياخد الاختار ان المبلغ ده جاله كذا بيجي يا جماعه انا جالي كذا 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 كذا، سواء بيقابل المدير المسؤول او رئيس قطاع المسؤول او بيجي لي. طب موظفين شركات الكهرباء بقى، اسلام عبد الله بيقول الموظف شركه كهرباء عايز اعرف ايه اخبار الرواتب بتاعتنا عشان كل واحد ايه اخذ تراكمي غير التاني. عند ايه مشاكل بقى اللي هي ايه حضرتك؟ ده للمهندس، سؤال المهندس مدحت رمضان. حضرتك بس الناس عندنا في الشركه مين؟ قولي له انت كنت بتاخد كام في شهر 2 اللي فات وبتاخد كام النهارده؟ وعلى فكره ده لسه زايدين امبارح في المرتب الجديد 50%. ما هو زاد بيقول لك انا من تعيين 2200 وخدت 66 جنيه 2002. وفي زميل تعيين 2006 وخد 120. عاوز اعرف حضرتك. لا تحت الدراسه الكلام ده كله، اذا كان في شكوى بيجي واحنا بندرسها وده كله تحت الدراسه، لكن هو النهارده ده مرتبه ضاعف ويقول الحمد لله. في برضو مشاهدة كريمة بتقول ما عندناش تكييف ولا واستخداماتنا عادية زي كل بيت والفاتورة بتيجي 40 و50 جنيه وبعدها زادت بقت بتبقى 65 و70 جنيه وسكتنا وقلنا ماشي، بعد كده بقت 100 جنيه مع ان الاستهلاك واحد ما بيفرقش، والعلم ان جيراننا عندهم تكييف وبتجي لهم فاتورة 35 جنيه. طب ما يقول لنا فين جيراننا ونشوفهم نفسنا. العنوان يعني الاستاذه اكيد اللي هي عارفه هي كاتبه اسمها يعني ندينا بس عنوان. طيب رامي من القاهره اتفضل يا رامي. مساء النور يا رامي. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. حضرتك انا يعني عايز اسال بس الاساتذه، هو فعلا الكهرباء ما زادتش؟
يعني الفواتير فعلا ما زادتش؟ فعلا ما زادتش الفواتير. طب احلف كده. انا لسه قايل من 3 سنين ما زادتش مليم. اكيد يعني؟ لا أكيد لكن انماط الاستهلاك يعني اللي بتختلف. يعني انا بقالي سنه الكهرباء بتجيلي منتظمه وفجاه يجي لي 3 أضعاف الفاتوره بتاعتي. انت حضرتك ساكن فين؟ الفاتورة. نعم؟ ساكن حضرتك ساكن. فين؟ مش سامع يا فندم. عنوان حضرتك؟ الدقي. تعالى لي بكره ما فيش مشكله ونفحص شكوته. نفحص باشمهندس اسامه هيفحص شكوه حضرتك. طيب اجي حضرتك فين؟ في 26 يوليو. شارع 26 يوليو؟ لسه عارف. طيب. الساعه 11. مين تاني اسئله للناس؟ مين معانا كمان؟ طيب حتى معظم الاسئله اللي عندنا عن الفواتير، الناس مش مصدقه ان الفواتير ما غليتش. اللي بيتضرر يجينا حاجه. انت النهارده بتستقبل في الصيف، انت في الصيف مش بيجي لك فاتوره عاليه شويه، ودي اللي بنشتكي منها. احنا كلنا بنستهلك الكهرباء بدون وعي، بدون ترشيد. انا عايز ساعتك بس نتكلم بعد كده في الترشيد. طب ده طب عشان وقت البيان خلص، انا عايز اتكلم على موضوع الترشيد. طب هتكلم في الحته دي. النهارده انت ساعتك فاتورتك بتعلى في الصيف طبيعي. في الشتاء الفاتوره بتنزل ولا ما بتنزلش؟ بتنزل. بتنزل. هل انا بغلي الكهرباء في الصيف؟ بتنزل قوي بتنزل. لو استخدمت الدفايات او بتعمل في الصيف يا مدام لميس وبغليها في الشتاء وبرخصها في الشتاء؟ طبعا الكلام مش منطقي. طيب النهارده بس قبل ما نختم هذه الحلقه، النهارده كان في احداث مؤسفه في مباراه الاسماعيلي والاتحاد. كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي، ماذا حدث يا كابتن في الماتش؟ والله يا استاذه مساء الخير طبعا. مساء الفل. ولو ان حلقه الكهرباء مهمه قوي، لان انا مراتي شخصيا كلمتني وحضرتك على الهواء وقالت لي الحقنا نفس الاشياء تحدث، بالاضافه لان احنا بيجي لنا فواتير بعد 10 شهور ممكن يبقى فيها لبس. المهم يعني يحدث ما يحدث دائما في ملاعب كره القدم من انفلات غير مبرر بالمره. النهارده زادت بقى ووصل الامر الى ملثمون، علشان الكاميرات لو جابتهم حدش ياخد باله، وربما المشهد ده عدى من غير ما حد ياخد باله. ملثمين؟ ايه ده؟ نعم ملثمين كمان دلوقتي؟ طبعا من الجماهير طبعا، لكن بداوا يعملوا بقى الشغل باحتراف، شغل الانفلات باحتراف عشان ما حدش يشوفه او يعاقبه او 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 ويعني ما داخل الملعب الجميع شبه بعض. لكن الكارثه ان النهارده كان في جماهير عند اوض الحكام، عند اوض اللاعبين. ماذا لو كان المباراه يعني شديدة الخطورة على نهائي كأس أو ما شبه ذلك، لكانت يعني اشتعلت ولم يطفئ إلا يعني ما ندفعه من عظيم المشهد اللي بنبقى فيه لما الخارج بيتابعنا. طب كابتن شلتوت، يعني الماتش انتهى بالتعادل 1-1، فين المشكلة يعني؟ المشكلة طبعا إن جماهير إسماعيلية غاضبة، لأنه النادي الإسماعيلي ما بيقدمش الفوز اللي الجماهير راغبة فيه، لأن الإدارة طبعا الكروية، وده طول شرحه وأنا حضرت مع حضرتك قبل كده كتير، الإدارة الكروية طبعا خاربة في الإسماعيلي وفي غيره، ما بتعتمدش إن ده بيزنس واقتصاديات، وبالتالي معهمش فلوس، فمستعينين بمدرب خلوق لكنه لا يستطيع تحمل هكذا ضغوط، ولا يستطيع إدارة نجوم كبار ومحمود جابر محطوط في مهمة صعبة، وكأن يا عيني إنه ابن النادي عليه إن هو يستحمل مغبة إنه مفيش المادة الخام اللي هي النجوم. الأمن كان فين يا كابتن؟ الأمن فين؟ الأمن كان موجود في الملعب، لكن الأمن الحقيقة برضه في مشكلة. الأمن بدأ يتدخل، يبقى أمن عاصف وأمن عنيف وأمن، يعني إحنا برضه حاطينه في معضلة. صحيح. يعني فعلا عشان نتكلم بقى للأمانة والأمانة هذا الوطن، ماذا سنفعل في الانتخابات؟ يعني أنت الأمن النهاردة لو اتحرك ماذا يحدث؟ قلنا يعني بس في حاجة طبعا مطلوبة بقى من إدارات كرة القدم المحترفة، لأن ده شغلها. متى تكون في ملاعبنا كاميرات يا أستاذة؟ طبعا. متى؟ وده سيستم بيتعمل في كل حتة، في حواري يعني مدغشقر وأريتريا، يعني مش هقول لك في بلاد عظيمة. هل يعني شأنا هل خرج المباراة بجرحى بإصابات؟ قصد بسيطة يعني، طوبة هنا طوبة هناك، ما يسمى بالمتعرف عليه في الملاعب. إنما في الآخر ماذا لو اشتعلت الشرارة لأكثر من كده؟ سيناريو الفوضى لو امتد من مباريات الكرة هيسوق لنا إساءة جامدة يا أستاذة لميس. صحيح. أشكرك كابتن عصام شلتوت الناقد الرياضي المعروف. الحقيقة أحداث مؤسفة جدا بتبقى في مباريات كرة القدم. نتمنى بقى من الجمهور الهدوء، وحكاية الملثمين دي جديدة علينا بقى بصراحة، يعني دي جديدة علينا خالص، وإحنا عايزين الأمن يكون قوي وشغل.
شديد وحاسم في هذه القضيه، ما فيش هزار يعني. وكمان مش معقوله يروحوا النيابه، الالتراس يتاخدوا او اللي بيقوموا بالهجوم يروحوا النيابه من هنا، بعد يومين يكونوا تم الافراج عليهم عشان اهاليهم عملوا مظاهرات ولا عملوا اعتصامات او كده. لا، ما ينفعش، من يخطئ يعاقب، اللي بيضرب يعاقب. ما هو لازم يكون في بقى حسم في هذه القضيه، والا نحن مقبلون على فوضى عارمه. اساتذه يعني ماذا في اخر كلام بتوجهه للجمهور بقى؟ بنوجه للجمهور ان هو عشان يعني نساعد بعضينا كده، لازم يعمل او لازم يكون عنده نوع من الترشيد. يعني لازم اخف يعني، انا بلاش اشغل تكييفين. اللمض الموفره اللي هو موجود على فكره احنا بنبيعها وموفره، يعني هي ب 10 جنيه بنبيعها ب 6 جنيه وليها ضمان 18 شهر عشان نشجع بونص للناس تاخد اللمبات عشان توفر الكهرباء. 77 واط وفر في كل لمبه. باشمهندس وسام، هو طبعا احنا بنناشد الجمهور المواطنين جميعا ان يساعدونا، وبنساعد بعضنا في عملية الترشيد على أساس أنه هو يرشد في الاستهلاك. احنا ما بنقولوش يرشد يعني يطفي او المكان ده يمشي يطفي الانوار اللي لا المكان اللي بيستخدمه هو يستخدمه، والمكان اللي ما بيستخدموش يطفي عنه او يرشد عنه. والمحليات ايضا تكون واخده بالها من قصه انها بتولع النور الصبح وتطفي النور بالليل، واحنا بنروح على الدائري وعلى المحور من مدينه الانتاج في ظلام دامس دامس وربنا بس بيوصل. الحقيقه بس عندي خبر برضو غريب جدا وصلنا، ان الرئيس الامريكي باراك اوباما اتصل بالمشير طنطاوي النهارده واتكلموا في امور غريبه شويه. اكد اوباما مجددا الشراكه الوطيده بين الولايات المتحده ومصر والدعم الكامل للانتقال الديمقراطي في مصر، لكن طالب المشير طنطاوي برفع حاله الطوارئ وانهاء المحاكمات العسكريه للمدنيين، واضاف ان الجانبين توافقا على ضروره ان تكون الانتخابات المقبله حره ونزيهة وعلى أن تجري وفق معايير ديمقراطية. بصراحة أنا شايفها أنها مكالمة غريبة جدا. إيه لازمة توقيتها دلوقتي؟ إيه أهمية أن أوباما يتصل بالمشير طنطاوي يقول له ارفع حالة الطوارئ أو ما ترفعش حالة الطوارئ أو انهي المحاكمات العسكرية للمدنيين، رغم أنها مطالب تتوافق عليها القوى الوطنية، لكن إيه لازمة يعني أن باراك أوباما يتصل يقول وفي التوقيت ده بالذات وقبل الانتخابات؟ دي الحقيقة مكالمة أنا بعتبرها غريبة جدا. أشكركم شكرا جزيلا، بشكر كل الاتصالات الهاتفية وكل الناس اللي بعتوا لنا مسجز على الفيسبوك. غدا حلقة جديدة، نصفها هيكون مباشر والنصف الثاني هيكون مع السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وكان حوار ساخن كعادتنا مع كل محاورينا. بكرة نتقابل، أتمنى لمصر السلامة، وهذه لميس الحديدي تحييكم. شكرا.